طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأحد 7 مارس 2021، يسرنا أن يكون معنا عدد من الخبراء في مجالات مختلفة، واليوم الجلسة بتاعتنا بخصوص دعوة جاءت من وزارة العدل السودانية عبر وسائل الإعلام. احنا في مجموعة الباحثين السودانيين شفناها بوكالة السودان الأنباء، إن وزارة العدل تنوه المواطنين بالاطلاع على مشروعات قوانين عدد من المفوضيات، المفوضيات الثلاثة هي مفوضية مكافحة الفساد، ومفوضية العدالة الانتقالية، ومفوضية السلام. وإنه أي ملاحظات ولا مقترحات ترسل عبر الإيميل التالي. فنحن بنشجع المواطنة ومشاركة المواطنين، ونحن كباحثين وكأساتذة وكطلاب عندنا برضو بيكون انبوت في القوانين، مشروعات القوانين. وبما انه ما في مجلس تشريع رئاسي حاليا، فيفترض انه كل الناس تساهم في انهاء وانجاز القوانين السودانيه المقترحه، خصوصا ان في فكره بتاعت انتقال من ديكتاتوريه الى الديمقراطيه باذن الله. احنا طبعا مجموعه الباحثين السودانيين هي مجموعه تطوعيه علميه غير حكوميه غير ربحيه، بتهدف لخلق منصة مشتركة للتفاعل بين المتعلمين والباحثين السودانيين. وتأسست في 2009 وتوسعت لحد في 2019، بقت من أكبر المجموعات البحثية والأكاديمية بأكثر من 700 ألف عضو. عندنا أهداف، الأهداف دي في كثير من الأحيان بتتقاطع مع كثير من المؤسسات وكثير من الأهداف والاستراتيجيات في الدولة. واليوم يعني دعينا العضوية واستنهضنا الأعضاء على اساس انه يكونوا جزء فعال في موضوع مناقشه مشروعات القوانين. فالحدث ده هيكون لمده 3 ايام، وفي ال3 ايام هيكون في نفس الاوقات من الساعه 7 مساء وحتى الساعه 9 مساء بتوقيت السودان. هنناقش فيه المشروعات الثلاثه. اليوم الاحد هنناقش اللي هو اليوم مفوضيه مكافحه الفساد، وبكره الاثنين هنناقش مشروع قانون مفوضيه العداله الانتقاليه، ويوم الثلاثاء مشروع قانون مفوضية السلام 2021. هنا ده مش 2020. فاليوم إن شاء الله هنبدأ بمناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد الموجود والمتاح عبر الرابط في وزارة العدل. إحنا خدتنا الرابط على أساس إنه الناس ممكن تصليه. فما هو القانون الموجود؟ فنحن هنطلع على القانون بصورة يعني موجزة. نزلت الملف بتاع البي دي اف هنا ده. فده القانون بتاع المفوضية القومية لمكافحة الفساد، هو القانون اسمه قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد 2020، يعمل به بالتاريخ التوقيع عليه، وده بيتم في المجلس التشريعي تقريبا ما بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء. حيلغي القانون قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة لمكافحة الفساد 2016، على ان تظل جميع اللوائح والاجراءات والقواعد والاوامر التي اتخذت بموجبه ساريه الى ان تلغى او تعدل بموجب احكام هذا القانون. فاحكام القانون ده تسود، ونحن طبعا سعيدين جدا انه معانا زي البروفيسور احمد مكاوي وعدد من الخبراء القانونيين اللي هم ده المجال بتاعهم، وممكن يشوفوا الوردنج اي كلام ممكن يكون ما دقيق في الموضوع ولا محتاج اعاده صياغه ولا كده. الأجهزة الخاضعة لأحكام القانون يقصد بها جميع أجهزة الدولة في المستويات القومية والولائية والمحلية، تشمل مجلس السيادة، مجلس الوزراء، الوزارات القومية والوحدات والأجهزة التابعة لها، المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية اللي هي غير موجودة حاليا، والسلطة القضائية والنيابة العامة، ديوان المراجعة العامة، القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأي قوات نظامية أخرى، وحكومات الولايات. وأعتقد أنه دي هتتغير، تبقى الأقاليم أو الأقاليم والمحليات، وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات والهيئات والعامة والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة أسهمها بأي نسبة أو تمولها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها أو بدعمها أو إعانتها أو بضمان قروضها عبر بنك السودان المركزي والمصارف التي تملكها الدولة أو تساهم في رأس مالها بأي نسبة. الهيئات الشعبية والجمعيات والمنظمات الطوعية المسجلة بموجب قوانين السودان، واتحادات ونقابات العمال والصناديق المنشأة بموجب قوانين، ومؤسسات القطاع الخاص التي تقرر المفوضية إخضاعها لأحكام هذا القانون.
يقصد بها كافة أنواع الأموال، سواء كانت ثابتة أو منقولة، مادية أو غير مادية، عقارات أو أراضي، والوثائق والمستندات القانونية أيا كان شكلها، بما فيها الإلكتروني، التي تثبت حقا أو منفعة في هذه ممتلكات للدولة، وتشمل التسهيلات المصرفية والتمويل المصرفي والشيكات السياحية، الشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والبطاقات الائتمانية وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان وأي أدوات مصرفية أخرى. الرئيس يقصد به رئيس المفوضية، منصوص عليه في المادة 12 واحد. العائدات الإجرامية يقصد بها أي أموال متأتية أو متحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي من جرائم الفساد، وتشمل المكاسب والأرباح الناتجة عن تلك الأموال. الفساد يقصد به استغلال الموظف العام للسلطة أو التأثير عليه لتحقيق مصلحة ذاتية أو مصلحة للغير. جرائم الفساد يقصد بها أي من الجرائم والأفعال المذكورة في المادة 6. المفوضية يقصد بها المفوضية القومية لمكافحة الفساد المنشئة بموجب المادة 7 واحد. الموظف العام يقصد به كل شخص تعينه سلطة عامة أو ينتخب للقيام بوظيفة عامة، سواء كان يشغل منصبا دستوريا أو تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو شبه قضائي بصفة دائمة أو مؤقتة، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر. الموظف العام الأجنبي يقصد به أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو اقتصاديا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا أو منتخبا، أو أي شخص يمارس وظيفة عامة لصالح بلد أجنبي، سواء لصالح جهاز عام أو منشأة عامة في السودان. الوحدة يقصد بها وحدة التحقيق المنشأة بموجب أحكام المادة 20 واحد. الوظائف القيادية العليا، الوظائف القيادية العليا يقصد بها الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق أو ما يعادلها. الإدارة العامة يقصد بها الإدارة العامة المفوضية المنصوص عليها في المادة 17 واحد. تطبيق القانون، مع عدم الإخلال بأحكام القانون الجنائي سنة 91، تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة فساد ارتكبت كلها أو بعضها في السودان، أيا كانت طبيعة وصفة وجنسية مرتكبها. كل جرائم الفساد التي تقع خارج السودان، ويكون الاختصاص لحكومة السودان وفقا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها. وهنا حنرجع لك يا بروفيسور مكاوي عشان نعرف الاتفاقيات التي صادق عليها السودان. جرائم وأفعال الفساد تعد من صور الفساد الجرائم والأفعال التالية: جرائم متعلقة بالموظف العام والمستخدم الواردة في القانون الجنائي لسنة 91، الرشوة، مخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية، إساءة الموظف العام لاستعمال سلطة الإحالة إلى المحاكمة أو الاعتقال، امتناع الموظف العام عن القبض أو المساعدة على الهرب، وشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة. الجرائم المخلة بسير العدالة الواردة في القانون الجنائي لسنة 91، شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة، استخدام بينة مع العلم ببطلانها، إتلاف البينة أو إخفائها، قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة، تصرف في الأموال بطريقة الغش أو لمنع الحجز أو التنفيذ أو والتأثير على سير العدالة، إساءة استعمال السلطة بغرض تحقيق منفعة شخصية لنفسه أو للغير، رشوة الموظفين العامين والأجانب وفقا لأحكام القانون الجنائي سنة 91، الجرائم الواقعة على المال العام وفقا للقوانين ذات الصلة، جرائم التهرب الضريبي الواردة في القوانين ذات الصلة، جرائم التهرب الجمركي الواردة في القانون الجمارك سنة 86 وتعديلاته، جرائم الثراء الحرام والمشبوه الوارد في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سنة 89 أو أي قانون آخر يحل محله، الإثراء بلا سبب وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية سنة 84 أو أي قانون، عدم اتباع نظم الشفافية والتنافس وفق معايير موضوعية في اتخاذ القرارات أو توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات عقود الشراء والمشاركة في المناقصات والمزايدات والمعلومات ذات الصلة الوثيقة بإرسال العقود وقواعد المناقصة المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة، إخفاء أو استلام العائدات الإجرامية أو تحويلها إلى ممتلكات أو معدات أو أدوات استخدمت أو كانت معدة للاستخدام، أو خلطت هذه العائدات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، أيلولة أي من الأراضي أو الموجودات بصورة مشبوهة لأي موظف عام، جريمة غسل الأموال الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، التعدي على أرض زراعية أو أرض فناء أو مباني مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات التي تتبع لأجهزة الدولة أو إحدى الشركات المساهمة، وذلك بزراعتها وإقامة إنشاءات بها
او شغلها او الانتفاع بها باي صوره او تسهيل ذلك للغير باي طريقه، تخصيص اي عقارات او اراضي او اموال مملوكه للدوله لاي شخص او حزب سياسي او منظمه خلافا لاحكام القوانين، الممارسات الفاسده او غير القانونيه الوارده في قانون الانتخابات سنه 2018، الجرائم التي تعتبر جرائم فساد وفق الاتفاقيات الدوليه والاقليميه التي صادق عليها السودان، اي جرائم اخرى تعتبر جرائم فساد في القوانين النافذه. فلحد الان احنا في الفصل الاول، نفتح المجال لمداخلاتكم فيما يخص الفصل الاول بالنسبه للناس اللي اطلعوا على القوانين او القانون مشروع القانون او سمعوا به الان. فرجاء لو في اي واحد عنده مداخله في الحاجه اللي تم ذكرها في القانون في مشروع القانون ممكن يتفضل بالمداخله. لو ما في مداخله هنواصل في السرد بتاع القانون، على اساس انه بيتاكد يا اخوان احنا عندنا جانب برضه في جزء من اعضاء مجموعه الباحثين السودانيين قد يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصه، فبيسمعوا بس ما بيشوفوا، فنحن نديهم الحق برضه انه يقدروا يسمعوا السيمينار ده ان شاء الله لاحقا بعد التسجيل بتاعه. بروفيسور احمد مكاو عندك مداخله، تفضل. طيب شكرا يا انور، ما عارف سامعني ولا لا؟ مسموع. نعم، انا يبدو لي الصياغه انت ما ممكن تعرف الفساد في حد ذاته، افترض كان تقال الموضوع كده عايم، لانه ما في تعريف مانع جامع لمفهوم الفساد نفسه، لان الفساد قلنا عنده ابعاد متعدده، بالتالي تختلف تعريفاته باختلاف الزوايا التي ينظر اليها كل شخص، لانه هناك طبعا في سلوك لمثلا انتهاك لقواعد وضوابط، في مثلا سلوك في تغليب المصلحة العامة الخاصة عن المصلحة العامة، في إساءة استخدام الوظيفة العامة عشان تحقق مكاسب خاصة. عشان كده ما كان يفترض أن يكون في تعريف كده معنى جامع، كان يقول الفساد ويسكت، بعد ذاك يخلي الاجتهاد بعد ذاك للجهات القضائية ولفقهاء القانون عشان يعرفوه، بعد ذاك حتى يساعد القاضي بعدين في أنه كيف يفسر او يعرف يعني سبيسيفيك ديفينيشن للفساد نفسه. انا بقول لي ما من الحكمه بمكان تقول تدي امثله تقول والله الفساد هو مثلا عباره مثلا جريمه كذا 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 عباره عن كذا كذا، لكن تقول هو كذا 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 كذا، بقول لي لا، المساله متطوره وكل يوم فيش جديد، مع ظهور التقنيه دي بتصير اشكال جديده كثيره جدا جدا للفساد، فبالتالي كان بقول لي كان مشرح شويه زي جانب وصالح من القهاري. الشيء الثاني، انا طبعا الان زي ما قلت لك القانون ما قدامي، فبالتالي من الصعب حتى يعني اقدر اقول رايي فيه بالضبط. الشيء الثاني، المفترض يكون القانون ده عنده مذكره تفسيريه له او ريجيليشن، اكزيكتيف ريجيليشن يعني لائحه تنفيذيه تفسر، هو مفترض ان القانون ما يكون مفصل، دائما القانون بيخلي بتدي الخطوط العريضه بتخلي دائما اللائحه التنفيذيه هي اللي بتفسر بعض الغموض وبعض الاشياء الضيقه ضيقه الاكسباني بعدين في التعريف او في في في, في اللائحه التنفيذيه. لكن بوضع ده يفترض ده وضع مخيل تو سام اكستنت، بتاع القانون تعمل عموميات بعد ذاك المذكرات التفسيريه واللائحه التنفيذيه هي اللي بتفسر او توضح الضيق الموجود في 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 القانون. تقريبا دي الملاحظة الأولى والثانية سوف. ممتاز، شكرا شكرا. ممتاز. طيب ناخذ مداخلة من دكتورة شيزا بلا، مرحب بيكي، سعيدين بيكي بالمشاركة هنا، تفضلي. مرحبا يا أنور، أنا ما أعرف إذا أنت سامع صوتي كويس ولا لا، لأنه في مسموع. تمام. أول حاجة شكرا على اللايف ده وعلى الزوم ميتنج يا أنور، أفتكر مجهود مقدر من مجموعاتكم، وبرضه مجهود مقدر انه القانون يطرح للعامه لانه ناس تعلق عليه، وما حاخذ زمن طويل، لكن مبدئيا بس حابدا من الحته اللي وقف فيها الاستاذ قبل شويه، انه انا فعلا بتفق معاه، القانون عرف جرائم الفساد وعرف المفسد، لكن هو ما عرف الفساد تحديدا، وافتكر فعلا في تعريفات كثيره للفساد، لكن السودان موقع على اتفاقيه مكافحة الفساد العالمية، أفتكر وقع في 2003، والاتفاقية بتنص على أنه الفساد هو استغلال السلطة لتحقيق منفعة خاصة،
وده ممكن كان يكون مرجع، لأن السودان أوريدي موقع الاتفاقية إنه يتخطى في كأول حاجة إنه ما هو الفساد يتخطى كده، وبعدك يمكن إضافة أشياء أخرى زي إنه السلطة دي قد تكون سلطة مالية أو سياسية طبعاً أو حكومية. والتعريف الأشمل ده ممكن يمنح القانون أساس جيد لتغطية أنواع أخرى من الفساد بما فيها الفساد السياسي، خاصة وإنه شراء الأصوات بتحت الناخبين ولا غيره يعتبر أمر وارد والبلاد مقبلة على مرحلة تحول ديمقراطي وانتخابات. بشكل عام نفتكر قانون المفوضية جيد، يعني أنا بديته قراية كم مرة وحتى شاركت في عدد من الورش اللي اتعملت لمناقشة المواد بتاعته، وأعتقد أن تضمين ذراع التحقيقات للقانون بيخلي القانون أقوى، لأنه حسب برضو الأمم المتحدة في عدد من الموديلز اللي بتدعمل، يعني من ضمنها مثلا مفوضية مكافحة الفساد تهدف بس للتوعية ومنع وقايع جرائم الفساد، وفي نوع تاني بيتبع للحكومة والهدف إنه مراقبة الأداء. لكن النوع الأخير اللي مطروح في القانون بتاع المفوضية ده هو بيشمل أن تكون المفوضية مستقلة وتعمل على الوقاية والمراقبة والردع معا، وأنا أفتكر الثلاثة ديل مهمين جدا عشان يأكدوا استقلالية المفوضية. بالنسبة لمادة 2 إلقاء قانون المفوضية لقانون مكافحة الفساد بتاع 2016 مع اعتبار أحكام الأخيرة نافذة، الحاجة اللي خلي قد تخلق نوع من الإرباك إلى حد ما فيما يتعلق بمسائل إجرائية زي الاستئنافات وسواه، وأفتكر أنه بس محتاجة حبة مراجعة. الأجهزة الخاضعة للقانون أنا أعتقد أنه يجب أن تضاف الأجهزة التي تدير الأموال العامة المستقلة زي ديوان الزكاة والأوقاف وأموال التأمين والضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة لأنها غير مضافة بالنسبة وشركات القطاع الخاص، لأنه دي بالتحديد يعني هو اللي بيفسد منه، بيفسد الموظف العام منه. إذا الفساد ده متعلق بموظفي الخدمة المدنية فهم اللي بيفسدهم في الحقيقة هو القطاع الخاص، عشان كده يجب أن يخضع القطاع الخاص ذات نفسه والشركات المملوكة للدولة على أقل تقدير تحت طائرة هذا القانون أيضا، زي ما قلت الزكاة والأوقاف وأموال التأمين الاجتماعي وغيرها لأنها برضه منافس بتاعت فساد ولم يتم ذكرها ضمن الأجهزة الخاضعة للقانون. تعريف الموظف العام برضو يجب أن يشمل بوضوح موظفي الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً للدولة أو الشركات اللي بتمثل طرف ثالث في التعاقد اللي هم الثيرد بارتي كونتراكترز. مثلاً يعني معظم شركات المملوكة للدولة يا أنور هي شركات مسجلة ضمن قانون القطاع الخاص، لكن الأموال بتاعتها مملوكة للدولة زي الشركات الواقعة مملوكة لجهاز الأمن ولا المخابرات ولا غيره. ودائماً دي 400 شركة اللي قالها حمدوك في خطابه الشهير، وأنا أفتكر دي هي برا طائلة هذا القانون لأنها تعتبر شركات خاصة حسب قانون تسجيلها، لكن الأموال بتاعتها الأسيتس بتاعتها والأصول هي أموال بتاعت الحكومة السودانية، وأنا أعتقد دي يجب أن تخضع للقانون ده برضو لأنها يعني زي ما قلتها يعني تعتبر شركات مملوكة للدولة في النهاية. الشركة مثلا سوداتيل الحكومة السودانية عندها فيها أسهم، فهل يعتبر الموظف في شركة سوداتيل خاضع للقانون ده باعتباره موظف شبه عام؟ يعني الجري أريز دي بتوين القطاع الخاص والقطاع العام أنا أفتكر مفترض تضمن. الحاجة الأخيرة بس عشان نمشي للباقي المواد بارتياح، يعني أنا أفتكر جرائم الفساد يجب أن تتضمن الفساد السياسي بصورة واضحة، زي ما قلت في أحزاب وجهات سياسية بتستلم مواد من دول جهات اسمها شنو دي، إحنا في سايف في منظمة المشروعات الدولية الخاصة وأنا شغالة في مكتبة في السودان، هنا بنعتبر الكروسيف كابيتال أو الأموال المستلمة من جهات خارجية لتقويض أنظمة داخلية أو لتقويض الديمقراطية في أنظمة داخلية تعتبر أموال فاسدة وممارسات فاسدة أيضا. يعني والرشوة أيضا يجب أن تتعدى الرشاوي المقدمة للأجنبي أو للموظف الحكومي اللي يشمل الرشاوي غير المالية كذلك، يعني الرشاوي الما تعتبر فاينانشيال، يعني في رشاوي أخرى زي الحياة اللي بتحصل يعني أن يوعد بمنصب أو غيره تعتبر برضو ممارسات فاسدة يجب أن توضح بوضوح. ما يعني حواصل بقدام معاكم في بقية المواد. ممتاز جدا، إحنا سعيدين جدا، إحنا سعيدين جدا دكتور شيزا، شكرا كتر خيرك على إنه يعني التزمت بالنقاش في الجزئية التي طرحت، هذه حتة مهمة جدا جدا على أساس إن نقدر نناقش القانون باستفاضة وندي فيه إنبوت، وبعد ذاك نلخص الكلام ده كله ونرسله عبر الايميل. نحن حنلتزم بنفس البروسيجر اللي هم قالوه، كل حاجه حتكون دوكيومنتد. احنا كافراد رسلنا الانبوت بتاعنا، لكن برضو كمجموعات وك يعني جهات اعتباريه برضو حنرسل على اساس انه نوري انه والله احنا حاذبين على مصلحه بلدنا. استاذ حسام بشير تفضل حبابك. طيب انا سؤالي في الحقيقه لبروفيسور مكاوي ولدكتور شزا، يعني في نحن حاليا في فترة انتقالية في فترة سابقة، فالفساد الممتد بدأ في الفترة السابقة
ومستمر اكتشف في الفترة الانتقالية، لأن القانون بيوحي لك إنه أو دائما في القوانين ما بتحاكم اللي قبله. فوضعنا هنا شنو؟ في الفساد الممتد اللي هو من الفترة السابقة وعنده ممتد في الفترة الحالية بالإضافة للفساد السابق. السؤال الثاني ما أعرف هل حتظهر قدام ولا لا، التقاطع بين القانون الجديد وقانون إزالة التمكين، وهل حيكون في تضارب بيناتهم أو هل في تنسيق بيناتهم أو حتلغي المفوضية لجنة إزالة التمكين. شكرا جزيلا. طيب بروفيسور احمد الكاوي، هل داير تجاوب ولا شذا؟ والله ممكن طبعا، هو القانون تفضلي تفضلي. ما يعني ما بيطبق بأثر رجعي طبعا، فبالتالي الفساد الفادة ما افتكر يكون في دور هنا، لان القوانين زي ما قلنا ما يعني ما بتطبق بأثر رجعي. دي حاجة. الحاجة الثانية انا بقول انه الجرائم المفروض كان القانون يذكرها، فكان يجيب على سبيل المثال مثلا ليس الحاصل، بس يتكلم عن الرشوة مثلا، المتاجر بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام أيا كان شكله واختلاسه تبديده، وإساءة استعمال برضه المال نفسه، غسيل الأموال، الجرائم المحاسبية كلها، التزوير، تزييف العملة، الغش التجاري. فأنا بتفق مع الدكتور إنه موضوع الفساد السيادي افترض إنه تبي يعني انكوربريتد في القانون الجديد. افتكر القانون برضو بيبين قال انه ما وضع نسبه معينه بانه الجهات الحكوميه عشان يخضع عليها نظام تكون ممثله بكم في الميه، افتكر خلاها مفتوحه، وده برضو ما صحيح. افترض انه يكون على الاقل مثلا 30% من الشركات مثلا 25% شركات اللي بتساهم فيها الحكومه ممكن تخضع لقانون الفساد وكده يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. احنا برضو بنشير انه كان عندنا قبل كده مناقشه لمشروع قانون اللي هو الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، والدرافت بتاعه ناقشه الدكتور ابو بكر الخير احمد عبد الله هنا، وذكر في انه بيجت ما في جراي ارياس، انه اي شركه لو مساهمه فيها الحكومه ب 1% تعتبرها حكوميه، لو ما مساهمه باي حاجه معناها قطاع خاص. دكتور شيزه تفضلي. انا بس كنت عايزه اقول انه لجنه التفكيك ال 30 من يونيو دي لجنة معنية بالجرائم بتاعت الفساد اللي ارتكبت في 30 سنة الفاتت لحد 6 أبريل حسب المانديت بتاع أي حاجة حصلت بعد ذاك أوتوماتيكلي مفترض إنها تقع تحت الكاتيجوري الثانية اللي هو ممكن تحكمه يحكم قانون مكافحة مفوضية الفساد. طبعا في قوانين ثانية زي مكافحة الثراء، يعني القوانين غير، إحنا أصلا منتظرين قانون جديد لسه ما جيز عشان يكون إفكتيف. من 6 ابريل لحد هسي في فراغ، الفراغ ده بيبقى محكوم بشنو؟ يعني ما الجرائم فيه لن تترك عبثا بالضروره. فافتكر في قانون مكافحه الثراء الحرام، في مواد محدده في القانون الجنائي بيتعاقب برضو على استلام الرشوه، في مواضيع بتحكم قوانين ابراء الذمه عند المسؤولين السياسيين الى اخره. يعني في قوانين، يعني ما نقول انه في فراغ فعلا، بحيث انه المحاسب الفاسد لا يمكن محاسبته في الفتره من 6 ابريل لحد اجازه القانون ده. قانون مكافحة المفوضية زي ما تفضل الدكتور قبل شوية بيكون effective في لحظة إجازته، لكن مكافحة التمكين حتى لو الجرائم بقت مستمرة لحد وقتنا هذا هي فقط منوطة بجرائم الفساد لحد 6 أبريل. عشان كده المانديت بتاع لجنة تفكيك التمكين ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية يعني، لكن طيلة الفترة دي مفترض تكون بس شغالة من 89 لحد أبريل 2019. شكرا جزيلا. انا شفت الكلام ده كان في اللقاء بتاعكم في افتتاح تقريبا المركز بتاع الابحاث التابع لجامعه الخرطوم في المائيه، ذكر كان الاجابه دي موجوده، وكذلك ذكرت في اللقاءات اللاحقه برضو اللي نظموها شباب تجمع مهندسي جامعه الخرطوم. فطيب لو ما في اي اضافه ثانيه لحد الفصل الاول هنمشي للفصل التالي والتالي، وهنقوم برضو بقراءته. في عندك مداخله؟ لا عليك لا ولا اصبح طيب. لي انا والله بالله دقيقه الله يبارك لك. اتفضل طوالي البروفيسور احمد مكاوي. في البدايه ذكرت كده مش الدعم السريع ومش عارف ومين في جهات. ايوه الدعم السريع شايفه انا ليجلايزد، يعني داخل القانون ده ذكر كحاجه منفصله. نعم. هل الموضوع ده هيستمر لي قدام؟ ما بعرف. هل كان مثلا قال قوات دي واحده من الحاجات اللي فعلا فيها كويشن
لانه أيوة. يفترض وفقا لاتفاقيه السلام انه أيوة. القوات كلها حيتم يعني تضمينها داخل تكون الجيش. تندمج كلها، فبالتالي ما كانت شفت قلت لك القانون في تفاصيل كده دائما يا اخوان. الصياغه القانونيه ما تكون فضفاض، مش ما تكون فضفاضه، ما تكون كده يعني فيها شرح كتير، يخلي دائما الصياغه خليها عموميات عشان تحتمل. ودائما النص دائما لما تضعه انت كمشرع يكون حمال اوجه، لانه مرات يكون في الصالح، مرات يكون في غير الصالح. هي طبعا صياغه فن، فما اعرف الصياغه هنا كده ما لا يعني توسعت كثير، شرحت كثير جدا. وده طبعا ما من سمات القانون انه حتى القوانين الماليه بالذات دائما يقول ما يتوسع في وضع النصوص القوانين الماليه ابدا، لانه مضر جدا جدا. فما عارف ان الحكايه هنا شكلها كده. شكرا يا نور. شكرا جزيلا. طبعا انا من المقترحات اللي يفترض انه بعدين نقول في الملخص بتاعنا الرساله اليوم انه يعني ما يفترض انه القوات تفصل بالتفصيل ده، وتحديدا الدعم السريع يفترض انه مستقبله يكون داخل الجيش، فبالتالي ما يكون موجود، لانه اعتقد انه في خلط الان ما بين السياسه والقانون للموضوع بتاع مكافحه الفساد. هنمشي للفصل الثاني ونرحب اخواننا بجميع الاخوه والاخوات الزملاء الزميلات يعني الباحثين والباحثات الاماجد، كلكم عندكم كونتريبيوشنز مهمه جدا، واعتقد انها بتضيف يعني اضافه كبيره للمناقشه. هنمشي لقراءه الفصل الثاني اللي هو المفوضيه، الفصل الخاص بانشاء المفوضيه ومقرها ومسؤوليتها. تنشا مفوضيه مستقله لمكافحه الفساد، تسمى المفوضيه القوميه لمكافحه الفساد، ويكون لها شخصيه اعتباريه وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها داخل وخارج السودان. يكون المقر الرئيسي للمفوضيه بولايه الخرطوم، ولها ان تنشئ فروعا بالولايات او الاقاليم حسب مقتضى الحال. ثلاثه، تكون المفوضيه مسؤوله عن اداء اعمالها لدى المجلس التشريعي اللي هو حاليا ما موجود. اهداف المفوضيه، تعمل المفوضيه على تحقيق الاهداف التاليه الاتيه: حمايه المال العام والخاص ومكافحه الفساد في المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه واسترداد الاموال العامه والعائدات الاجراميه. ب، إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال الدولة والاستخدام الأمثل لها وعدم الاعتداء عليها وعلى حقوق الغير. ج، تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، وإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة. د، حماية الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون من الفساد. ه، تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب تعزز الوقاية من الفساد، أو ترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات الصلة لمنع الفساد ومكافحته والوقاية منه وضرب مخاطره وآثاره. تنفيذ التزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد. ح، تعزيز وحماية حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم. ط، تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة حكم القانون وحسن إدارة شؤون الدولة والممتلكات العامة بنزاهة وشفافية. ك، تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص العام والخاص ذات الصلة. اختصاصات المفوضيه، مع مراعاه الاختصاصات والسلطات الممنوحه للجهات المختصه بمكافحه الفساد، تكون المفوضيه في سبيل تحقيق اهداف المفوضيه المنصوص عليها في الماده 8 الاختصاصات الاتيه: وضع السياسات العامه والخطط والبرامج والتدابير اللازمه لمكافحه الفساد واسترداد الاموال العامه. ب، متابعه تنفيذ السياسات والاوامر والقرارات المتعلقه بمكافحه الفساد. ج، تلقي الشكاوي والتقارير والمعلومات المتعلقه بالفساد من الاشخاص ومنظمات المجتمع المدني والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. د، إجراء دراسة دورية للتشريعات والسياسات واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها لمنع الفساد ومكافحته. ه، التوصية للجهات المختصة لمعالجة الخلل ونقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد في الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون. واو، متابعة قيام الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يجب عليها إزاء تطبيق القوانين والسياسات والنظم الخاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري والقوانين المجرمة له. زين، متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التي صادق عليها السودان. ح، متابعة استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية مع الجهات المختصة داخل السودان وخارجه، سواء كان مرتكبها موظفا عاما
وقت ارتكابها او لم يكن، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا. ط نشر ثقافه مكافحه الفساد في المجتمع والتوعيه باهميه حمايه المال العام والمرافق والممتلكات العامه بما يحقق حسن ادارتها والمحافظه عليها والتنسيق مع وسائل الاعلام ودور العباده ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليميه للقيام بدور فاعل في مكافحه الفساد وبث القيم الفاضله في المجتمع وتضمينها في المناهج الدراسيه. ي تمثيل السودان في المؤتمرات والمحافل الدوليه والاقليميه المتعلقه بمكافحه الفساد واسترداد الاموال العامه. ك التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الاقليميه والدوليه العامله في مجال مكافحه الفساد واسترداد الاموال العامه وطلب المساعده القانونيه. لام تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات تدريب العاملين بالاجهزه القاضيه على احكام هذا القانون، الالتزام بالشفافيه والنزاهه ومكافحه الفساد واسترداد الاموال العامه في الانشطه الماليه والاقتصاديه والاداريه. ميم تدريب العاملين بالمفوضيه وتاهيلهم للاطلاع بمهامهم. نون تلقي تقارير من اجهزه القاضيه على احكام هذا القانون حول دورها في مكافحه الفساد واسترداد الاموال العامه. سين اعداد مشروع الموازنه السنويه المفوضيه ربع المجلس التشريعي الموافق عليها. عين المحافظه على سريه مصادر المعلومات وتوفير الحمايه القانونيه والوظيفيه والشخصيه للمبلغين والشهود والخبراء وفقا لاحكام اللوائح التي تحدد اجراءات حمايتهم والتدابير الخاصه بذلك. ف جمع المعلومات والبيانات والاحصاءات المتعلقه بالفساد وتصنيفها وتحليلها وانشاء قاعده بيانات لحمايه النزاهه والشفافيه ومكافحه الفساد. صاد رفع تقرير سنوي المجلس التشريعي عن اداء المفوضيه على ان ينشر التقرير السنوي للعامه. قاف وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضيه ورفعه لمجلس الوزراء. ر التعيين في الوظائف القياديه العليا ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. ش التنسيق بين المؤسسات والجهات المختلفه لازاله معوقات عمل المفوضيه وتحقيق اهداف هذا القانون. ت وضع الخطط والبرامج اللازمه لتحسين اداء المفوضيه وزياده الفاعليه واتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتنفيذها. ث اصدار اللوائح الداخليه لتنظيم اعمالها واجتماعاتها. السلطات المفوضيه اللي هو البند 10، لكل مفوضيه في سبيل ممارسه اختصاصاتها الوارده في الماده 9 السلطات الاتيه. ألف التحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري في أي إجراءات أو معاملات أو عقود تبريمة. رجاء عملوا المايك سايلنت ميوت لما تكون ما محتاجين تتكلموا. ألف التحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري في أي إجراءات أو معاملات أو عقود تبريمة أي من الأجهزة القاضية على أحكام هذا القانون والتحقيق مع الموظفين العامين والموظفين العامين الأجانب. ب اتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه اللازمه بشان اي عقد او معامله يتبين انها تنطوي على فساد او انه يجري تنفيذها بالمخالفه لاحكام القوانين واللوائح. ج احاله المخالفات والتجاوزات المتعلقه بالفساد المالي والاداري او الاداري التي يسفر عنها التحقيق الى الجهات العدليه او الجهات الرقابيه بحسب الحال على ان يتم ابلاغ الجهه التي يتبع لها الشخص المخالف. د طلب فحص اقرارات الذمه من الجهات المختصه اذا اقتضى التحقيق ذلك. ح طلب الاطلاع على مجريات سير اي اجراءات متعلقه بالفساد المالي او الاداري من الجهات المعنيه. واو طلب اجراءات التحقيقات اللازمه بشان اي موضوع يدخل ضمن اختصاصات المفوضيه من النيابه العامه. زين ابرام العقود والاتفاقيات اللازمه لاداء عمل المفوضيه. ح طلب المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقه باي موضوع او شكوى قيد النظر امام المفوضيه من اي من الاجهزه الخاضعه لاحكام هذا القانون او شخص او جهه اخرى. ط استدعاء اي شخص او موظف عام اجنبي للمثول امام المفوضيه للتحقيق او الادلاء باي معلومات او تقديم اي مستندات او وثائق تطلبها المفوضيه. ي اصدار اوامر الحجز على اي اموال موضوع التحقيق او تجميدها. ك تشكيل لجان التحقيق بالتشاور مع وزير العدل والنائب العام والمراجع العام او اي منهم لتولي حصر وجرد اصول واموال ومصرفات الاجهزه القاضيه لاحكام هذا القانون. لام تشكيل وحدات داخل المفوضيه لمساعدتها في اداء مهامها وممارسه اختصاصاتها المتعلقه بالوقايه والحمايه والرقابه والتحقيق والمتابعه والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الصله وغيرها من تدابير مكافحه الفساد. استغلاليه المفوضيه اللي هو رقم 11 البند، تكون المفوضيه مستقله عن السلطه التنفيذيه ولها الاستقلال الاداري والمالي اللازمين. اثنين لا يجوز التاثير على المفوضيه في اداء اعمالها ولا سلطان عليها في ذلك غير القانون.
ده كان الفصل الثاني الخاص بمهام وصلاحيات المفوضية. فنفتح الآن المجال لمداخلاتكم وخص الفصل الثاني. بتذكر كان في هبة تقريبا كان رابع عدة ولا نو؟ بروفيسور محمد الكاوي، دكتور شيزا، وكل الحضور الموجودين هنا، وبرضه يا اخوان الناس المتابعين معانا عبر مجموعه الباحثين السودانيين في الفيسبوك. المشروع بتاع القانون يا اخواننا متوفر في موقع وزاره العدل، وحنحط لكم الرابط بتاعه للناس الدارين يطلعوا عليه، وهو ملف بتاع بي دي اف احنا نزلناه وبعدين نستعرض فيه يعني. اتفضل دكتور شيزا، ممكن تفتح المايك طوال من عندك، تفضل. اي عندي بس تعليق واحد على الطريقه اللي حتتكون بها المفوضيه. المفوضيه حتتكون بواسطه البرايم مينستر، يعني هي السلطه التنفيذيه نفسها، السلطه التنفيذيه نفسها، لكن حتكون اكاونتبل، يعني بقول شنو، محاسبه بالبرلمان الليجيسليتيف بودي. بعد ذاك في العادة المعروف إنه الجهة اللي بتكون المفوضية مفترض تكون مفوضية محاسبة، يعني هي الجهة اللي بتكون في العادة، يعني هي الجهة اللي بتكون المفوضية محاسبة. أكاونتبل لها. أنا عارف إنه قد يمكن يكون وضع الكلام ده عشان ما في أصلاً ليجيسليتيف بودي، لكن أنا أفتكر دي ثغرة في القانون، وطبعاً برضو في استقلالية المفوضية. إذا الحكومة التنفيذية حتختار المفوضية والمفوضية حتحاسب حتى الحكومة التنفيذية، ففي conflict of interest، يعني إنه الحكومة حتختار ناس ممكن يكونوا يعني لطيفين معها بحيث إنه ما تخضع لمحاسبة قاسية. وأنا أفتكر إحنا في مرحلة بتاع التحول الديمقراطي محتاجين الاستقلالية دي. يمكن الاستعاضة بالحتة دي، في إنه طبعاً أنا بتكلم معك بصراحة، يعني هو تكنيكالي مفترض إنه الاستعاضة عن اختيار المفوضية بواسطة حمدوك إنه يتم تكوينه بالجسم الهسة قاعد يعمل الحاجات بدل البرلمان، اللي هو الجوينت كونسل بتاع المجلس السيادي مع حكومة حمدوك مع بعض. بوليتيكالي يعني understanding البوليتيكال كونتكست ده اللي فيه المحاسبية ستطال ناس كانوا جزء من النظام القديم ولا زالوا جزء من الحكومة الحالية، قد ما يكون القصة بتاعت إنه الجوينت بودي ده كونه يختار مفوضية الفساد، ده البوليتيكال كوركنس اللي بيقولوه، قد ما يكون ده أفضل أبروتش. يعني أنا ما عايز مثلا حميدتي يتدخل في اختيار مثلا المفوض بتاع الفساد، لأنه في يعني الليجيشنز بتاعت فساد حميدتي نفسه مثلا يعني. لكن البوليتيكال كوركنس بيقول إنه الجسم اللي بيعمل الحاجات الإجرائية هسه بدل البرلمان هو المفترض يختار هنا. أنا أوكي وزين حمدوك يختار اللجنة دي، لكن I just wanted to point out النقطة دي، إن this is not the best way to do it يعني. الحاجة الثانية برضو، أنا ما أعرف إذا أنت ذكرت النقطة بتاعت المواد، سوري، النقطة بتاعت الموارد المفوضية ولا لسه إحنا ما جينا؟ لسه ما جينا، تكلمنا، هنتكلم في القصة الثالثة عن المواد. ممتاز جدا، أنا حاجب هنا، أوكي ممتاز. ممتازة النقطة ذكرتيها فعلا، إنه في شبهة بتاعت conflict of interest وواضحة جدا جدا. أنا حاجب لي لعيبة أدخلهم الملعب، اللعيبة ديل يفترض انه بعدين ممكن يحاسبوني انا ذاتي، ففي الغالب انا حقوم اجيب ناس زي الكيس كان بتاع ترامب وتعيين القاضي في المحكمه العليا. فعلا كان في تسابق شديد جدا جدا انه يحصل الكلام ده. فدي حته برضه يفترض انه الناس تدي فيها انبوت، انه والله ما هي الصيغه الافضل بتخلينا احنا في بوليتيكال كوركتنس بصوره افضل. لكن اعتقد انه قيام المجلس التشريعي نفسه في الوقت ده، وهو متأخر أصلاً مليون سنة عن موعده، ما معروف يعني، المفروض يبقى مثلاً. بروفيسور حمد كاوي تفضل يا بروف، ممكن تعملوا عن ميوت لنفسكم يا أخواننا طوال، تفضل يا بروف. بروف محمد كاوي، ما أعرف أنا شكل بروف بعيد يا دكتور. أنا طبعاً ما أقدر أفعل لي. أنا كنت بستفسر من أنه في قرار زي ما كانوا بيتكلموا في مبدأ المساءلة. نعم، أي القانون طبعاً مشروع قانوني يا أحمد، يعني بعد ما يجاز وينشر في الجازيتا بصورة رسمية بعد ذاك بيكون فاعل، لكن الحاجات اللي فاتت زي ما ذكر قبل دكتور شزة من الفترة بتاعت
لا في المذكورة حس بيتكلم فيها بدل في المادة دي المساواة مع اللي بعدين، والمساهمة. اللي بعدين يعني دي ما هاي حتقدر تطبق قانون بأثر رجعي، يعني القانون بيبقى فاعل من الوقت اللي وجيز فيه بالمجلس التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية وكده، فهو ذاكر إقرار الذمة المالية، لكن بعد الكلام ده هيكون نافذ من بعد كده مش قبل كده. قبل كده ده في قوانين تانية للثراء الحرام وغيرها، أعتقد إنها هتكون فعلا على حسب علم الله أعلم. بروفيسور حمد مكاوي إن شاء الله قريب. الو سامعني انور؟ فيكم مسموع، اتفضل. ايوه انا قد تجيني اتفق تمام مع دكتور شزا في موضوع المفوضيه ريبورت تو هوم. انا بدي ليه الفعل المفوضيه المفروض ريبورت لجهه كده امبارشال. فالان ما عندنا خيار اظن غير المجلس الوزراء هو اللي افتكر او المجلس السيادي بمكوناته الاثنين ممكن هو يكونه، وحتى وحيكون في كونفليكت انفرست اني هاو ده في حال عدم قيام طبعا المجلس التشريعي. لكن اذا المجلس التشريعي قام فممكن هو اللي الجهه اللي هي ممكن تو سيت اب المفوضيه دي. دي نقطه. النقطه الثانيه الاعضاء كم؟ ذكر القانون ما ذكر كم اعضاء المفوضيه وما هي مؤهلاته. لسه نحن ماشيين في التكوين، يعني في فصل ثالث اللي هو عن التكوين والمواصفات، دي حنذكره في الفصل الثالث. طيب الاهداف صراحه جميله جدا، تقريبا غطت يمكن اشياء كثيره جدا، ما خلت شيء ما غطته. بس انا كنت بقول انه يكون برضو من الاهداف انه المفوضيه تشجع الجهات الحكوميه والشبه الحكوميه والخاصه بتكوين لجان او بوديز او انت داخل هذه المؤسسات يكون عندها علاقه بالفساد والشفافيه والنزاهه والكلام ده، حتى انه يكون في نوع من خلينا نقول نوع من حمايه النزاهه، خلينا نقول بالمعنى ده يعني. فتقريبا دي التو بوينت انا جالس الكاتشب يعني. شكرا. شكرا جزيلا. بقيه الحضور الكرام والكريمات، لو في اي واحد عنده مداخله في اي لحظه يا اخواننا رجاء استخدم خاصيه رفع اليد، ولا لو ما يعني ما بتعرف تستخدم الخاصيه، هي يفترض انها في البارتيسيبنتس المشاركين، الزول بيلقى ريس هاند ممكن يستخدمها خاصيه، ولا ممكن تفتح الكاميرا او تدي اي ما تكتب في الشات بانك انت عاوز تتداخل في النقطة المحددة دي. هنمشي يعني احنا اخواننا برضو في الجزء الثالث اللي هو الفصل الثالث، تكوين المفوضية، رئيس وأعضاء المفوضية. ده الفصل الثالث من مشروع قانون مكافحة الفساد 2020 المقترح من قبل وزارة العدل. البند 12 بيقول تتكون المفوضية من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والاستقامة والنزاهة على أن يكونوا متفرقين للعمل بالمفوضية. اثنين، تكون مدة عضوية رئيس المفوضية وأعضائها 6 سنوات غير قابلة للتمديد. ثلاثة، يحظر على رئيس المفوضية والأعضاء بعد انتهاء مدة خدمتهم بالمفوضية العمل في أي وظيفة في الجهاز التنفيذي للدولة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. تعيين رئيس وأعضاء المفوضية واختصاصات ومخصصاتهم وامتيازاتهم. 13، يعين رئيس وأعضاء المفوضية بقرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي ممن تتوفر فيهم الأهلية والكفاءة والمؤهلات والخبرة والتخصص والمعرفة بقضايا الفساد على أن يكونوا مفرغين لأعمال المفوضية. 2، يحدد مجلس الوزراء مخصصات امتيازات رئيس وأعضاء المفوضية. شروط تعيين رئيس وأعضاء المفوضية. يجب أن تتوفر في رئيس وأعضاء المفوضية الشروط الآتية: أن يكون سوداني الجنسية، أن يكون كامل الأهلية والقانونية، الحياد والنزاهة والكفاءة والاستقلالية المهنية، أن لا يكون قد سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن لا يكون قد سبق له تولي أي منصب أي من المناصب السيادية أو الدستورية خلال فترة نظام 30 من يونيو 1989 وحتى 11 أبريل لسنة 2019. حصانة رئيس وأعضاء المفوضية وحصانة مقارها. مستير، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية في مواجهة رئيس المفوضية أو أي من أعضائها عن فعل يتعلق بأداء المهام الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون. 2، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس المفوضية أو أي من أعضائها إلا بعد رفع الحصانة عنه بقرار من المحكمة الدستورية
وإلى حين تشكيل المحكمة الدستورية ترفع الحصانة بقرار من المحكمة العليا على أنه في حال التلبس بالجريمة يجوز القبض على الرئيس أو العضو المعني ويختار رئيس المفوضية فورا. ثلاثة، لا يجوز دخول أي من مقار المفوضية أو تفتيشها أو الحجز عليها أو مصادرة أو التحفظ على أي من ممتلكاتها أو انتهاك سرية المستندات والمراسلات والاتصالات المتعلقة بعملها إلا بإذن الرئيس المفوضية أو بموجب أمر قضائي. خلو منصب الرئيس أو أي من الأعضاء. يخلو منصب الرئيس أو أي من الأعضاء في أي من الحالات الآتية: فقدان الأهلية القانونية بموجب قرار صادر من محكمة مختصة، قبول الاستقالة بواسطة المجلس التشريعي، نعتقد في تايبو، العزل بقرار من المجلس التشريعي بالأغلبية البسيطة في أي من الحالات الآتية: أولا، انتفاء أي من الشروط الواردة في المادة 14، ثانيا، الإخلال بإحكام المادة 38، ثالثا، الاتيان بسلوك غير لائق بواجبات وظيفته، دال المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقا لتقرير طبي صادر من جهة مختصة قانونا، هاء الوفاء. اثنين، في حالة خلو المنصب وفقا لأحكام البند 1 يملأ بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة 13.1. فنفتح المجال الآن لنقاش الجزء الثالث اللي هو الفصل الثالث عن التعيين والإعفاء من المفوضية. كما ذكر الدكتور شذا، واضح جدا انه مجلس الوزراء هو الحي حي يدي الامر. تفضل يا دكتور شذا. هاي تعني في كوفر يكون في الدرست انه مخصصات المفوضيه طالعه من رئيس الوزراء برضه يعني. نعم، من مجلس الوزراء حقيقه. مجلس الوزراء. نعم. القصه ستة اعضاء ورئيس، دي سبعة، لكن كون يكونوا كلهم شغالين 6 سنوات غير قابل للتمديد، افتكر ده بشكل بعض الخطورة على انقطاع، بالذات في الدورة الأولى، على اللي هي اسمها شنو دي، يعني انقطاع الذاكرة تحت المفوضية اللي بتشتغل. انت بتخيل انه نازل بتعامل مع ملفات كثيرة جدا مع بعض لمدة 6 سنة، قد تكون فيها ملفات فيها تفاصيل كثيرة جدا، تقوم فجأة كده دورتهم تنتهي، يقوموا يمشوا كلهم وتجيب 6 ناس بداية من أول جديد. اللحظة دي حيبدو من وين؟ أنا أفتكر وجود يعني أنا أفتكر الأنسب إنه مثلاً 3 أعضاء تكون دورتهم 6 سنة مثلاً، سوري يعني 3 أعضاء دورتهم 3 سنة وثلاثة دورتهم 6 سنة، ده في الدورة الأولى. بعد ما 3 سنة تنتهي يقوموا يشيلوا 3 برا ويدخلوا 3 تاني عشان ضمان استمرارية ذاكرة المؤسسة ومواصلة العمل. يعني دي حاجة تكنيكال بيعملوها الناس في المفوضية لما تبدأ دورة الأولى. بعد ذاك الأمور بتمشي، بتكون مربكة في البداية، لكن بعد ذاك الأمور بتمشي أفتكر بطريقة يعني جيدة. الحاجة الثانية كانت اللي هي ما عندي مشكلة مع كل التفاصيل في المواد اللي ذكرت بعدها. أفتكر أيوة، لحظة بس يا أنور. تمام، قدرة. الحق بتاع الترشيح ده يفترض أن يمنح للعامة، يعني يمنح بوضوح للعامة إنه أي زول في إمكانه إنه يرشح زول مؤهل. بعد ذاك اللجنة المعنية برفع القوائم النهائية يعني الحق يوضح للعامة وللمؤسسات العامة لمنظمات المجتمع المدني اللي سواهم، عشان إحنا عندنا مشكلة في إجرائية تعيين المسؤولين. وأفتكر المفوضيات كلها الستة المذكورة في الصيغة الدستورية أو سواها، أفتكر كلها مناصب حساسة، يجب أن يمنح العامة والمنظمات العاملة في المجال والمختصين الحق في الترشيح، وأن يكون السيلكشن بروسيس يعني فير وواضح. الحاجة دي مهمة شديد، يعني أكثر من بس إنك تاخد صفات يعني أو مواصفات للمختار وبعد ذاك نفر قليل جدا من الحكومة هم المعنيين باختيار الزول المناسب للمنصب. أنا أعتقد خلل في شاهدناه في الفترة اللي فاتت يعني. ما عندي حاجة ثانية، شكرا يا أخوي. تمام، ممتاز جدا جدا. أنا أعتقد إنه برضو التحديد بتاع المخصصات والهناية ده ممكن يكون ثغرة كبيرة جدا جدا، إنه المفوضية زي ما حصلت مثلا في اللجنة بتاعت التحقيق في مجزرة فض الاعتصام بتاعت نبيل أديب، في أكثر من تصريح كان بيذكر إنها يعني أندر فندد، ما كان في الموارد المالية اللازمة لي تو بيرفورم يعني. وكذلك لجنة التمكين في لحظة برضو ذكرت إنه ما عندهم ميزانية
يعني كافيه وكده، فبالتالي انت بتكون جبت لك جسم وعملته يعني يتناقش وقانون وحاجه ظريفه، لكن بيكون في ثغره انت عامل لنفسك في القانون نفسه. بروفيسور محمد مكاوي تفضل. شكرا يا هارون سامع اني ما بعرف ولا لا نور؟ ايوه نعم مسموع واضح. طيب انا خلينا اعدل شويه في كلام الدكتور الشاذر في موضوع التعيين. مفتكر 4 سنوات 6 سنوات صح ولا لا؟ فانا بقول عشان يتفادى الكلام اللي قاله الدكتور الشاذر ممكن نعينهم 4 سنوات الاولى 4 سنوات قابل للتمديد مره واحده ثانيه، يعني 4 4 و8 سنوات، بعد ذاك اللي يجي بعدهم يمشي 4 4 وهكذا، عشان اتفادى الكلام اللي قالته الدكتور الشاذر. ما اعرف الموضوع واضح يا نور ولا لا؟ والله هي طبعا اعتقد انه ال6 سنوات دي يفترض انها تكون تمت دوره ديمقراطيه كامله، يعني نهايه الفتره الانتقاليه مش كده؟ ما عشان اتفادى الكلام ما دار اتفادى انا الكلام اللي قالته الشاذر عشان ما ينقطع السيره المؤسسيه. اي كده فنقول والله مثلا 4 سنوات قابل للتمديد لمده واحده لفتره مره واحده بس، يعني 4 زي 4 8 سنوات، بعد ذلك الصمير عادي 4 4 4 انت ماشي في العالم. طيب من ناحيه فقهي قانوني يا بروف، انت زول قانوني واستاذ وكده، من ناحيه فقهي قانوني شنو الفتره لما نقول انه والله الحاجه دي مدتها كده 4 سنوات؟ ويعني من ناحيه سياسيه بقدر افهم مثلا انه والله بعد 4 سنوات انت تنتخب وتمشي، لكن في حاجه زي المفوضيه بتاعت مكافحه الفساد، وفي قضايا كثيره بتعرف يعني بعد زمن طويل، يعني نعرف انه في مسؤولين مثلا في الغرب الواحد بعد ما ينزل يقوم يجرده من شهادته بتاعت الدكتوراه اللي كان زمان مثلا مزوره، ولا زمان كان ماخذ له هديه. انا كنت في كوريا الجنوبيه والرئيس في الوقت ده اسمه رومو هيون، بعد انتهت دورته وجاء رئيس ثاني اتفتحت قضايا بتاعت فساد، اضطرته لانه ينتحر. انا بتذكر يعني حدث كبير بالنسبه لنا انه زور عشان قضيه بتاعت فساد ينتحر، حتى قعدنا نضحك قلنا المفترض انه في دولنا دي يفترض الناس كلها تنتحر يعني. فحاجه زي دي 6 سنوات انت بتكون طلعت يعني سلمت الملف لناس ثانيين ولا شنو؟ الغايه شنو من تحديد الزمن؟ ما هو دائما خلي بالك هو السجدات العمر الفلسفه في اشياء كثير، طبعا عوامل كثيره جدا جدا، انا كموت يعني احصر في حاجه واحده، في عوامل كثيره جدا تخليك والله تحدد المده بالزمن. شفت كيف؟ السيل انا برجع ثاني بقول يعني حتى ممكن نقول 6 سنوات قابل للتمديد مده واحده قول 12 سنه، لكن عشان نبسط الحكايه ونضخ دماغ جديده والعلم يعني اشياء كثيره جدا تدخل في الحته دي. فانا بقول انا برضه اتفق تماما مع شازي انه والله يا اخي لا 4 سنوات نديهم ثاني جماعه نفسه، لانه دي بدايه احنا اول مره نبدا شغل زي ده، فبالتالي عشان احنا جس يعني في نصول اشياء جديده، فالموضوع بيحتاج لزمن بيحتاج لتجربه، وبعدين الناس ما يتجربوا بيتعلموا، فيبدو لك كتجربه جديده حقه نديها المجال 4 سنوات قابل للتمديد لمده واحده لفتره واحده بس هي تكون 8 سنوات ونجيب عليك كده، بعد ذلك 4 4 يسلموا بعض. دي نقطه. النقطه الثانيه انا ما افتكر ان المفوضيه نفسها يعني ذكرت وجود انه يعني يونتس او سيركس داخله المفوضيه نفسها، يكون المفروض يكون فيها 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 يونت داخله نفسها مثلا. اعتقد الكلام ده جاي في التفصيل اكثر. نعم في الاداره بتاعتها يمكن، لانه بس عشان كده ده في الفصل الرابع. انا والله انا حاسسها والله وانا متاسف جدا والله لانه النقاش وما باقي كثير، طبعا باقي كل 4 صفحات، اعتقد انه يعني ممكن الناس تناقشها لانه الموضوع مهم جدا يا بروف، ودي اعتقد انها يعني حاجه كروشال، انت الانبوت بتاعك مهم فيها جدا جدا، دي حاجه هتتوثق وتفضل لناس ثانيين يعني والله اخي اجتمعنا وناقشنا مشروع القانون. افتكر انهم هم ادوا هناك برضو اساينمنت وهوم ورك، وزي ما ذكر الشيخ قبل انهم كانوا في ورك شوب صغيره، فاسي ده نقاش اونلاين وانكلوسيف يعني انفايتنج اي زول انه يتدخل، فوجودك مهم بس في 4 يعني لو سمحت لي شويه بس ما كثير بس الله يديني صور بس ان شاء الله. الله يديك العافيه، ربنا يكرمك يا رب. طيب شكرا، كتر خيرك يا رب. طيب نواصل اخواننا في الفصل الرابع وحنمشي بوتيره اسرع شويه. الفصل الرابع اللي هو الاداره العامه، نمره 17 تكون المفوضيه اداره عامه تتولى العمل الفني والاداري والمالي، ويكون على راسها مدير عام ذوي الخبره والكفاءه يتم تعيينه بقرار من المفوضيه. 2 تعمل الاداره العامه تحت اشراف الرئيس. اختصاصات الاداره العامه، تختص الاداره العامه بالتالي بالاتي: متابعه تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المفوضيه، متابعه تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادره من المفوضيه، التحضير لاجتماعات المفوضيه، اعداد تقارير دوريه وسنويه عن العمل ورفع الرئيس، القيام باي مهام يكلفها بها الرئيس او الاعضاء. اختصاصات المدير العام وسلطاته:
يكون مدير العام اختصاصات والسلطات الآتية: تولي شؤون المالية والإدارية المفوضية، الإشراف على العاملين بالمفوضية، اقتراح الخطط والمعايير لتحسين الأداء ورفع المفوضية، توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها المفوضية، إعداد مقترح جدول أعمال المفوضية رفع للرئيس وحفظ المكاتبات المتعلقة بأعمالها، تقديم المقترحات المفوضية بشأن خطط وبرامج التدريب في مجال أعمالها. يكون المدير العام مسؤول عن أداء أعماله أمام الرئيس. الفصل الخامس تحقيق إنشاء الوحدة وتشكيلها. نحن هناخد يا أخواننا فصلين المرة دي عشان نمشي بسرعة. تنشأ وحدة للتحقيق بقرار من مفوضية، تعمل تحت إشراف الرئيس وتشكل من خبراء قانونيين من ذوي الكفاءة والتأهيل والخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات، مراجعين ومحاسبين، خبراء في التحري الجنائي، خبراء في أي تخصص آخر ترى المفوضية الحاجة إليه. طبعا هنا ما مذكور ناس الاي تي يعني الديجيتال فورنسكس وغيره. خلينا مع آخرين يعني مسمين المراجعين والمحاسبين، مسمين القانونيين لكن ما مسمين ناس الاي تي. خبراء في أي تخصص آخر ترى المفوضية الحاجة إليه. يجوز المفوضية طلب انتداب من أي من الخبراء المشار إليهم في البند واحد من أي جهة متخصصة. تفصل اللائحة الداخلية إجراءات عمل الوحدة ولجانها وكل ما يتعلق بعملها، اختصاص الوحدة وسلطاتها مع مراعاة أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية 91. تكون للوحدة اختصاصات والسلطات الآتية: التحقيق حول المسائل أو الموضوعات أو الشكاوي أو ادعاءات الفساد أو الأموال العامة والعائدات الإجرامية التي تحصل عليها عن طريق الفساد، اتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها حجز الأموال وحظر الأشخاص مغادرة البلاد خلال فترة التحقيق، جيم الاطلاع على أولا كافة المستندات اللازمة لإجراءات التحقيق، ثانيا الأرصدة والحسابات بناء على طلب من المفوضية، دال طلب أي مستندات أو دفاتر أو سجلات أو عقود أو دراسات أو خطط أو برامج أو مكاتبات ذات طابع عادي أو سري ترى أنها لازمة لإجراءات التحقيق، ها الدخول في أي وقت بإختار مسبق أو بدون إختار في أي مكان تابع لأي من الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض إجراء التحقيق، واو معاينة أو فحص أي أصول أو أعمال أو مستندات أو أي مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات أو أي أجهزة إلكترونية أو برامج محاسبية أو إجراء أي اختبارات فعلية أو تقصي أو استخلاص نتائج أو أي إجراءات تكون ضروريا لاستكمال التحقيق، زين طلب المساعدة الفنية من الجهات المختصة، ح رفع نتائج التحقيق مع التوصية المناسبة إلى المفوضية. في فقرة عن حماية المبلغين والشهود والخبراء 22. واحد تتولى المفوضية توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي: ألف توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم، عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم، الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم، حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة، ها توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة، واو اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم. اثنين يتم البدء في طلبات توفير الحماية من المفوضية وفقا لما تفرضه الظروف المحيطة بطالب الحماية على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها. التعرض للمبلغين والشهود والخبراء 23. دون المساس بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعرض أو يعتدي أو يسيء لأي من المبلغين أو الشهود أو الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو يسيء معاملتهم أو يميز في التعامل بينهم أو يمنعهم من الإدلاء بشهادتهم أو يفشي أي معلومات تتعلق بهويتهم أو أماكنهم بالسجن مدة لا تتجاوز 2 سنين، كما تجوز إضافة إلى السجن معاقبته بالغرامة. النيابة المختصة تختص النيابة بمباشرة التحريك والإشراف على دعاوى الجنائية في الشكاوى المقدمة إليها من المفوضية. الفصل السادس تتابع استرداد الأموال والعائدات الإجرامية، استرداد الأموال العامة. 25 تتابع المفوضية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية أو قيمة ما تم الحصول عليه من منفعة لو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه من إخوته أو زوجه أو أصهارها أو أقاربه والتي تم الحصول عليها عن طريق أي من جرائم الفساد الواردة في أحكام المادة 6 وفقا لنتائج التحقيق وذلك بالتنسيق مع الجهاز الصلة. تودع الأموال العامة والعائدات الإجرامية التي تم استردادها وفقا لأحكام البند 1 في خزينة الدولة. استرداد الأموال من الخارج 26 يجوز للمفوضية في حالة وجود الأموال بالخارج أن تطلب بالتنسيق مع الجهات المختصة
استرداد اي ممتلكات او عائدات جرامية متحصل عليها من الجرائم والافعال المنصوص عليها في هذا القانون من اي جهه قضائيه اجنبيه. التعاون الدولي 27 يجوز للجهات المختصه بناء على طلب من المفوضيه ان تامر بتجميد او مصادره او الحجز التحفظي على الاموال والعائدات الاجراميه الناتجه عن اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من اي دوله تربطها بها اتفاقيه مصدق عليها. 2 تختص المحاكم السودانيه بنظر التعاون المدنيه المرفوعه من قبل الدول الاطراف في اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد من اجل الاعتراف بحقها في الممتلكات المتحصل عليها من جرائم الفساد. التعاون الداخلي 28-1 على كل أجهزة الدولة التعاون على الوجه الأمثل لكشف جرائم الفساد والإبلاغ عنها. 2 يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية اتخاذ تدابير العناية الواردة في قانون مكافحة تسلل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2014 وجميع القوانين ذات الصلة. ده نهاية الفصل السادس. بروفيسور محمد كاوي تفضل. بروفيسور محمد كاوي. الو انور. ايوه نعم مسموع. ما افتكر انا يعني صراحه الكلام اللي قلته جمال كلام جميل، ما افتكر فيه تعليق لانه زي ما قلت ما قدامي حاجه عشان اقدر احد يعطيني ويقول والله في شيء معين، لكن لا ما افتكر عندي حاجه سو فار. شكرا يا انور. تمام. القصه بتاعت حمايه المبلغين والشهود والبتاع دي هل هي موجوده قبل كده في قانون من القوانين السودانيه سابقا؟ والله هي موجود، العالم كله الكلام ده موجود، بسموه أيوة. الويسل بلورز زي الموجودين طبعا وبيكافئوا، بس هنا ما ارونا كيفيه التبليغ، يعني هل عن طريق الهوت لاين، عن طريق ما اعرف يعني وسيله التبليغ شكلها شنو. طيب في البراكتس الموجوده عندكم انتوا المطلعين عليها شنو الوسائل اللي بتكون؟ والله عندنا 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 ارقام محدده تتصل عليها، والارقام طبعا يتم فيري كونفيدنشال وكذا، يعني الناس كلها عارفها، بس بكاب التلفون وبعدين تبلغ، وبعدين تبلغ ده اذا كان افضي الى مخالف كذا طبعا بيعوضوك بيدوك قروش يعني. نعم بدك هو مشكلتي بيفتح الباب ل برضه ده سلاح ذو حدين يعني تشوف فيه ايوه دي واحده من المشاكل. طيب السنتين العقوبه سنتين، لو انا قمت في زول بلغ عن جريمه بتاعت فساد وانا عارفه وبلغ عن قريبي مثلا، قمت انا مشيت لقريبي قلت يا اخي والله بالمناسبه بلغ ده فلان الفلاني قام مشي لك قتله، انا ده في الحاله دي حكموني سنتين لانه انا وريت المبلغ منه سنتين، دي العقوبه دي بتفتكر ناجزه؟ لا 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 العقوبه دي ما لا لا دي ما فيها شيء. هو طبعا العقوبه تكون والله سنتين، يقول لك تتراوح بين كده وكده من سنتين سنتين الى 4 سنوات. خلي الموضوع ما اخذتك يعني كلير كات تقول سنتين وبس، يدي مجال شويه لكبر وصغر المخالفه نفسها والتبليغ نفسه عن المخالفه المعينه. طيب في الفقه برضو والفلسفه بتاعت العقوبه، هل انا ده لما يقوم في يقول لك انه والله الغرامه ولا السجن ولا الاثنين مع ليه اسيدي ما فيها غرامه ماليه؟ ما انا لما اقوم ابلغ عن زول بلغ في الغالب بكون والله ده استفيد فائده ماليه، يعني انا حيجيني ريفنيو في المساله دي، ما فيها برضو حاجه زي دي مش كده؟ لا بقول الشيء لا لا الزول المبلغ ده بيسموه زي ما قلت لك الويسل بلور، ده هو اللي انت بلغته والتبليغ ده ادى الى مثلا الى اكتشاف مخالفه معينه، فساد معين. تمام. طيب في ناس بيقول لك والله في بعض التشريعات بيقول لك والله ندي الزول ده المبلغ ده 10% من قيمه المبلغ مثلا. تمام. قيمه المخالفه نفسها. في ناس ثاني يحددوا بمبلغ معين مقطوع وكذا، ده بيختلف طبعا من التشريع للتشريع. لا بس انا اوريك السيناريو يا بروف. السيناريو صحيح. انه في زول بلغ واخذ ال 10% بتاعته دي. طيب. هو كونفيدنشال ما عارف انه احنا منه. طيب. انا ده الزول اللي بلغوا فيه ده عندي به علاقه. عرفت انه الزول فلان اللي اخذ ال 10% المكافاه وهو اللي بلغ عن الجريمه دي، انا عرفته منه. طيب متى قتلته؟ مشيت ما قتلته انا ده، مشيت كلمته، يعني انا افشيت سر الزول اللي بلغ. هنا ما في القانون يقول لك انه عقوبته حتكون سنتين. نعم. سجن. ما فيها غرامه ولا كده، بس سنتين سجن. فهل الكلام ده رادع يعني لهنا؟ لان غالبا موضوع جرائم الفساد يعني بيتكلم احنا عن الملايين ومليارات الدولارات، ما بنتكلم عن جنيه و2 جنيه ولا بتاع. يعني هل العقوبه الماليه مثلا ولا المبلغ اللي تم اختلاسه ولا سرقته يفترض انه يتناسب مع الفتره اللي بقضيها في السجن ولا الغرامه اللي ممكن ترجع لي؟ يعني هل العقوبه دي مناسبه سنتين دي؟ والله قد هي بسيناريو حقك ده ما مناسبه، يمكن مثلا اضيف العقوب مثلا
سجن مثلا والغرامه مثلا، او مثلا السجن من سنتين يكون مثلا 10 سنوات مثلا، عشان كده قلت لك المفروض ما كان المشرع يحدد المده كم، ده حسب كبر وصغر المخالف المبلغ عنه مثل الفساد مثلا، فتختلف. وبرضه يعني زي ما برضه تفضل الاخ عصام انه حمايه الشهود ذات عنده تكلفه ماليه، يعني عشان تحميهم التكلفه دي بتكون طويله، لو انت قمت تدافع التكلفه زي دي وانا قمت بلغت اول ريتن والله ده فلان الفلاني، يفترض انها تكون برضه متناسبه مع الشخص المصروف على توفير البرنامج نفسه، مش كده؟ هو دائما يفترض العقوبه تكون يعني متناسبه مع 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 الغرامه والعقوبه تكون متناسبة أو متوائمة مع الفعل نفسه، فعل أي كان الفعل، فرض يكون في تناسب. وطبعاً ما أعرف، أنا زي ما قلت القانون ما قدام عشان بالضبط شو الحصر، لكن زي ما قلت لك السير الموضوع يحتاج إعادة نظر يعني. ممتاز جدا جدا، وده السبب الأساسي اللي خلانا ننظم الجلسة دي في مكتب الباحثين السوداني. فأنا نرحب برضو ببروفيسور بلقيس بدري، انضمت لنا في الجلسة. ندي الفرصة لجيلي، جيلي على الرشيد تفضل، وبعده دكتور شزا بلا، اعمل اميوت تفضل. الو ايوه نعم اسمع صوت، يا ريت لو عرفت نفسك ودخلت بالموضوع. انا الغالي، مختص في الجرائم الماليه، بنك الامارات دبي الوطني من دبي. ما شاء الله. شكرا للفرصه، بس ما قريت بصراحه النسخه الدرافت بتاعت القانون، لكن بس من خلال قرايتك عرفتها يعني بعض النقاط، لكن بالنسبه لي ما حتكون افكتيف، لانه القانون ده ما قاعدين يحول ما بيتحول لبروسيجرز وبوليسي في الانستتيوشن، هلا الفيليسكوب والاوت سكوب اوف للفساد فهي حتكون سايلوس يونت وحده قاعده ما عندها حتحول كيف يعني. هسه قبل قالوا بالبيس الويسل بلور، البيس بلور حيجيك من شنو؟ حيجيك من الشعب ولا حيجيك؟ ما حيكون افكت مثلا. هل حتكون عندها وحدات في المؤسسات مثلا؟ شايف هسه بلغيس بدري مثلا جات من هيس من بنك السودان، عندهم وحده مهمه اسمها الاف اي يو في كل المؤسسات العالميه موجوده، وهي دي FIU Financial Investigation Unit في البنك المركزي. الفاينانشال انفستيجيشن يونت دي FIU دي عندها دور مهم خالص، لانه هي بتشوف تحويلات الناس في كل المؤسسات الماليه والغير الماليه، دي قطاع دي بتشوف له كل الناس في كل المؤسسات، اذا في فساد في بتاع بيتكشف من هناك. يعني انت كيف بتحول الحاجات القوانينك دي لبروسيجرز وبوليسي او تكون مع الوحدات؟ هل بتعمل لك؟ انا مسموع يا استاذ نور؟ صوتك واضح واضح مسموع. نعم. كيف انه هنا حتكون بتاخذ بتبدا بتستلم الكيسات بتستلم الكيسات بالبدي، فهذه لازم تكون واضحه. مثلا القطاعات القطاع الخاص برضو حيكون كيف عليه؟ هل في برضو عندك ريجوليشن بتديه؟ عندك معارف قوانين بتعطيه مثلا؟ هل هو بكون ريجوليتد في حاجات بتديها له انه يلتزم بها؟ اذا ما عملت كده 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 ده فساد. الحاجات الواضحه اللي بتحس في المؤسسات العامه في الببليك سكتر له القطاع بتاعت المشتريات، ده معروف اللي هو اللي بيحصل فيه الفساد اكثر، يعني قطاع المشتريات في المؤسسات العامه. قطاع المشتريات دي عندك حاجات محدده جايد لاين، حاجات لعين، هل بتراقبهم؟ هل في ريبورتات بتحصل يوم اذا في مثلا في بريك للحاجات، في ريبورتينج بيكون لك من المؤسسات المحدده المؤسسات العامه في مجال البتاع؟ هل انت بتراقبها؟ هل بتعمل بيسموه شنو تشيك لهم او كده؟ فدي لازم تكون واضحه في القوانين، يعني لازم تكون واضحه في القوانين، وعداك انه انت كيف القانون ده حتحول لبروسيجرز البوليسي تحولها لبروسيجرز، وانه تتبع انه حتكون تطبقت واول ما تطبقت. الغالي انت مجالك شنو بالضبط الدقيق؟ انا في فاينانشال انفستيجيشن يونت في بنك. يعني انت محاسب مراجع؟ لا محارب غسيل الاموال او الجرائم الماليه عموما، محارب يعني انت قانوني؟ ده سؤالي.
لا هو قانوني ولا ما قانوني، هو قريب للقانون، لكن في الجرائم المالية محاربة غسيل الأموال يعني مثلا. ايوه انا بس السؤال بتاعي ده عنده هدف واحد، الهدف بتاع سؤالي ده انه بروفيسور محمد مكاوي هو استاذ القانون ذكر انه القانون يفترض انه يكون حمال اوجه ويكون فضفاض، بعد كده بتيجي البوليسيز والبروسيجرز هي اللي بتفصل اللوائح الداخليه في المؤسسات وبتكون ريليفنت للموضوع المحدد في المساله المحدده. يعني في القانون ما يفترض انه يقول انه والله يكون في وحده في كل مؤسسه حكوميه اسمها وحده الويسل بلورز، والويسل بلورز ديل يوفر لهم الحمايه، ويكون مثلا وزاره الماليه الولائيه عندها بيت مخصص لحمايه الشؤون. يعني التفاصيل دي بعد ذلك بتكون داخل الوزاره ولا الجهه ولا كده، لكن القانون بيذكر الحاجات دي انا سؤالي لخلفيتك القانونيه ولا غيرها، لانه فعلا الناس هذول بتاع اي تي برضه ممكن اقول لك انه والله يفترض انه يذكر الانظمه المفروض انها تكون بتحاسب وتكون ستاندرد عالميه وتكون مع الى اخره، فهمتني؟ فده سؤالي بس، انه احنا نناقش في مشروع قانون ما قاعدين نناقش في لوائح داخليه واجراءات، ده المهم جدا انه نكون عارفين يعني بنعرف شنو اسي. لا القانون بعدين عشان انه عشان المؤسسات تكون لازم بعدين انت لما ده تعمل مثلا الحاجات فانت تكون تعمل السكوب واضح في القانون، السكوب اللي انت بتغطيه بيكون واضح، بس ما الا تخطه لا في القطاع العام، بعدين لما تمشي تعمل انفستيجيشن مثلا في القطاع الخاص بيقول لك لا احنا اوت اوف سكوب. نعم طيب كلامك ده برضه بيتقاطع مع دكتور شيزا يعني مسبقا اللي هو في انه ما هو القطاع الخاص والعام والحكومه ممكن تكون عندها الفساد عموما يعني انتر كونكتد يعني وما بيعملوا دائما حاجه واحده او كده، بيكون فيه كم حاجه فبتتداخل، يعني مثلا القطاع الخاص فيه ممكن داخلي فيه ممكن مجرمين على برا فيه جوا فيه حاجات كثيره، فانت لازم السكوب حقك يكون اذا كان تغطي تكون حتى يكون واضح. انا احنا اسف نناقش طبعا في مشروع القانون في اسف الفصل السادس وحنمشي نناقشه كله، بعد ذلك حنجي يكون عندنا جنرال ديسكشن نتكلم فيها. لانه ما قريت الحاجات بالضبط يعني احنا ماشيين طبعا فيه فقره وبنحاول نقرا فيه، لانه برضه في بالنا زملائنا وزميلاتنا في مجموعه الباحثين السودانيين من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي بيسمعوا واسمع قاعد يقروا، عشان كده قاعدين نقرا لهم. خلاص شكرا بنواصل ونشوف الحاجه. خليك قريبنا، شكرا جزيلا. طيب دكتور شيزا تفضلي. بس حابب تعقيب بسيط على كلام الاستاذ الغالي، انا افتكر كلامه مفيد شديد، انه وده السؤال المحوري، انك كيف يكون عندك ليجل فريم ورك تقوم تحوله لبوليسيز اند بروسيجرز لحاجه براكتيكال تشتغل بها، وده فعلا لانه قبل كده مثلا القانون بتاع 2016 بتاع مكافحه الفساد بتاع البشير ذات نفسه ما كان كعب يعني بصراحه القانون، يعني نكون صريحين، لكن المشكله الامبلمنتيشن بتاعه تنزيل القانون على مستوى اللوائح كان سيء. بيرسونال اوبينيون بخصوص الويسل بلاورز او الناس المبلغين ديل، انا افتكر الجزئيه دي كان بس يمكن الاكتفاء بماده تطالب بحمايتهم وفق القانون، لكن التفصيل بتاع الويسل بلاورز هم منو وكيف ممكن استقبال الشكاوي كيف ممكن حمايتهم تكنيكالي، الحاجات دي كلها افتكر كان يمكن ضبطها ضمن اللائحه خاصه بحمايه المبلغين وليس ضمن القانون. تعقيب برضو للاخ الغالي، الكلام اللي انت قلته في جهات ثانيه مثلا في الانتي ماني لاندري او وحده مكافحه غسيل الاموال التابعه ل بنك السودان، ودي وحده بتخش فيها جانب من الشرطه وجانب من الجانب المحاسبي من البنك ذاته، وفي جانب من الجنرال اوديترز اوفيس اللي هو ديوان المراقب العام هنا، وفي نواحي لوجيستيك كثيره جدا. المهم نعرف انه مفوضيه قانون مفوضيه مكافحه الفساد ذات نفسه كقانون تحت يد وزاره العدل، لكن الاوبريشنال سايد تحت يد ديوان النائب العام اللي هو الوحده الثانيه القانونيه المكمله لوزاره العدل في نظام القضاء بتاعنا. فده بيخلي انه احنا كلنا بس لما نيجي نتعامل مع الناحيه الاوبريشنال، وده حسب كلامهم نرجع بعد ذاك لانه ديوان النائب العام حيتعامل كيف بتنزيل بالنسبه لتنزيل المواد المختلفه لقوانين. عندي بس تعليق كده نسيت اقوله في الماده 8، كان انا ما عارف اذا يحق لي ارجع للحته ديك، لكن افتكر بس في الماده 7 كان صوت الماده 7
المهم في حته كان ادوا فيها استثناء في حته الحصول على المعلومات اللي افتكر الماده 8 كانت احترام حق الحصول على المعلومات المتعلقه بالفساد. خدتوا فيه يستثنى من ذلك المعلومات التي تمس امن الدوله. وافتكر الاستثناء ده اللي هو ده كان مشكلتنا في زمن البشير انه دائما امن الدوله هو الحاجه اللي كانت بتخلي قانون الحصول على المعلومات بذات نفسه غير مجدي. احنا عندنا قانون بتاع حصول على المعلومات افتكر تمت مراجعته 2015. المهم هنا انه اضافه ماده تقول بوضوح وفق قانون الحصول على المعلومات مش تخط استثناء. اذا قانون الحصول على المعلومات خدت حتات انه المعلومات دي كلاسيفايد يبقى معناه المعلومات دي تبقى كلاسيفايد لانها بتمس امن الدوله، لكن كونه يتخطى استثناء في قانون فريد مكافحه الفساد انا افتكر ده فيه خلل وبياخد ثغره. نرجع للماده، انت قلت الماده مريت على الماده 29 افتكر مش يا انور؟ نعم. فبس انا كنت عايز اقول انه ما تخصصه الدوله من اعتمادات ده مفترض يتم استبداله بالموازنة السنوية للمفوضية. كون المفوضية تعتمد على اعتمادات بتاعت مادية يتم تخصيصها من حكومة تنفيذية ده فيه conflict of interest لأنه زي ما قلت ممكن تبي underfunded باللجنة الحكومة التنفيذية. الحاجة المفترض بس تكون في المادة دي نمرة ألف إنه ما تخصصه الدولة من اعتمادات يجب استبداله بما تعتمده الدولة في الموازنة السنوية لأنه اعتماد الموازنة السنوية يخضع لقانون إجازة الموازنة السنوية وده entire process يعني ما مفترض يكون في يد بس الحكومة التنفيذية. بعدين مفترض تتم إزالة كلمة القروض يا أنور من موارد المفوضية. إذا المفوضية حشيل قرض من بنك أو أي مؤسسة حتى لو كانت مؤسسة حكومية ده قد يكون برضو حتة بتاعت conflict of interest بالاضافه لانه معظم القروض بيكون فيها فوائد. لا انت شكلك قلتينا شويه شزه. ايوه اوكي دي الماده 29 انا سالتك عشان كده قلت لك الماده 29 تحت. معلش انا جاتكم تتلقي بايوه على اساس انه نحن لانه انفتح القانون قدامي. معلش انا ما كنت متذكر. ايوه احنا وقفنا في 24 باشين الفصل السادس اللي هو 25 ولا يهمك. معلش قلتينا شويه. طيب شكرا جزيلا لك يا دكتوره شزه، مداخلات بتاعتك ممتازه جدا ويعني دايركت تو بوينت. ناخذ برضه من الاستاذ انتصار غندور وهي زول اوديتر وكانت يعني فورمر هيد اوف كومبلاينس في احد البنوك الكبيره. استاذ انتصار اتفضلي اعملي اميوت. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنظر للاتفاقيه بتاعه مكافحه الفساد اتفاقيه اليو ان ما ننسى إنه ده قانون للمفوضية. قانون للمفوضية معناها دي الميكانيزم أو الزراع اللي إحنا هندير به المسألة بتاع مكافحة الفساد. معناها المفترض يكون في قانون لمكافحة الفساد. إحنا ما ننسى حس القانون ده ما شامل حتى الديفينيشن بتاع الفساد ذاته يعني بيهبش في الحتة بتاعة الفساد داخل المؤسسات. كويس أخوان الرئيس ديل داخل المؤسسات ديل ما داخل المؤسسات، دي حاجة برة يعني ما مسألة العقود ومسألة الحاجات ذات العلاقة بتاعت شخص يعني public servant شغال في الحكومة هو اللي بتنطبق عليه المسألة تحت الفساد. لكن الفساد شامل لأي شخص عنده سلطة عنده علاقة بشخص عنده سلطة يعني يستغل المسألة دي احنا يعني يعتبر فساد. في أنواع من الفساد ما مذكورة حتى الناس بدأت تتناقش فيها يعني أنواع جديدة من الفساد دي مفترض إنها تكون موجودة في القانون. دي حس حالياً الديفينيشن بتاع الحاجة اللي أنا هجرم عليها الناس ذاتها ما موجودة هنا. فإحنا ما ننسى إنه ده قانون لمفوضية وليس قانون لمكافحة الفساد. دي معناها قانون للزراعة اللي إحنا هنضرب بها على الفساد. شكراً. أعتقد إنه في تعريفات المسألة اتضحت ولا ما اتضحت؟ أنا ما عارفة. طيب أنت لو أنا كمواطن عادي فهمت كلامك إنه في قانون أصلاً السودان موقع عليه تبع الأمم المتحدة. الكونفنشن أيوة. ده قانون ساري علينا نحن ونحن بعد ذلك عندنا قوانين تفصيلية محلية. أيوة صحيح. مش كده؟ أيوة المفترض. في بداية التعريف بتاع مشروع القانون ده ذكر الحتة دي إنه والله الموظف العام والناس المحيطين به وكذلك الاموال اللي ممكن تكون مسروقه ولا كده دي ممكن يعني تتعدى الزوج في شخصه او الجهه الاعتباريه بتاعته. اعتقد ان انت راجعت القانون.
بس انا برضو شايفاها مكفايه يعني في حتات ثانيه وحتى في الكونفنشن نفسه يعني الديفينيشن بتاع افضل من كده. بعدين الحته الثانيه بتاعت انه دي مفوضيه، ده معناه قانون فيري ليميتد للادمنستريشن بتاعت المساله. اللي هو شنو بيفرق شنو؟ بيفرق في انه عندك قانون لمكافحه الفساد فيه كل الاليات من ضمنه مفوضيه، اللي هو الكلام اللي ذكره الاستاذ اللي شغال في الفاينانشال انفستيجيتور ده، فاينانشال كرايم انفستيجيتور بتاع البنك، بنك دبي. فذكر انه المساله دي عشان تنزل للتطبيق لازم يكون في يعني بروسيجرز اللي هي او ميكانيزم عشان احنا نعمل الحاجه دي. ففي فرق، في فرق ما بين انه الادمنستريشن بتاعت المساله حيديروا يعني مكافحه الفساد بياتوا طريقه اللي هي بالمفوضيه، وبين انه يكون في مكافحه فساد فيه الديفينيشن وفيه العقوبات وفيه ذا هول سيت، فيه ذا هول سيت. المفوضيه دي جزئيه يا جماعه، احنا ما ننسى الحاجه دي. كده كده وقعت لي انه والله احنا بنتكلم على ارم لمحاربه الفساد. ايوه ارم واحده من عدد من الارمز في قانون كبير، قانون مكافحه الفساد. ايوه مظبوط، ده اللي انا قصدي يعني. اوكي ممتاز جدا، كده كده وقعت لي يعني. يا اخوانا لو في اي زول عنده سؤال، لان الكبرى موجودين يعني، اختصار اوديتر بروفيسور محمد مكاوي قانوني، وكذلك شزا، ومعانا برضو بروفيسور بلقيس بدري، ان شاء الله بعدين تشارك معنا في الانبوت، نشوف بنك السودان والبوليسيز والبروسيجر بتاعتهم. حنواصل احنا في قراءه ما تبقى من القانون، وباقي فيه شويه بالمناسبه وما كثير، على اساس انه الناس تكون كلها محيطه علما به. يعني احنا كمواطنين كاكتيف سيتيزنز يحق لنا ومطالبين، زي ما انه نمشي ننتخب وكده، مطالبين برضو بانه يعني نساهم في صياغة القوانين، خصوصا في ظل عدم وجود المجلس التشريعي. الفصل السادس لمشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد 2020، استرداد الأموال والعائدات الإجرامية، استرداد الأموال العامة 25-1، تتابع مفوضية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية أو قيمة ما تم الحصول عليه من منفعة، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو أقاربه، والتي تم الحصول عليها عن طريق أي من جرائم الفساد الواردة في الأحكام المادة 6، وفقا لنتائج التحقيق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 2، تودع الأموال العامة والعائدات الإجرامية التي تم استردادها وفقا لأحكام المادة بند 1 في خزينة الدولة. استرداد الأموال من الخارج 26، يجوز للمفوضية في حالة وجود الأموال بالخارج أن تطلب بالتنسيق مع الجهات المختصة استرداد أي ممتلكات أو عائدات إجرامية متحصل عليها من الجرائم والأفعال والمنصوص عليها في هذا القانون من أي جهة قضائية أجنبية. التعاون الدولي 27، يجوز للجهات المختصة بناء على طلب من المفوضية أن تأمر بتجميد أو مصادرة أو الحجز التحفظي على الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أي دولة تربطها بها اتفاقية مصدق عليها. 2، تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من قبل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أجل الاعتراف بحقها في الممتلكات المتحصل عليها من جرائم الفساد. هنا ده بدل شمانس القصة دي اللي هي الدعوة مدنية ولا جنائية دي، بعدين نسأل فيها. التعاون الداخلي 28، على كل أجهزة الدولة التعاون على الوجه الأمثل لكشف جرائم الفساد والإبلاغ عنها. 2، يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية اتخاذ التدابير العناية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 وجميع القوانين ذات الصلة. الفصل السابع، الأحكام المالية الموارد المالية المفوضية 29، تتكون الموارد المالية المفوضية من الآتي: ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، باء المنح من الأجهزة والجهات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون التي توافق عليها المفوضية وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة، جيم أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس التشريعي. موازنة المفوضية 30، تكون المفوضية موازنة سنوية مستقلة تعد وفقا للأسس المعمول بها في الدولة، ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها لرئيس مجلس الوزراء لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. إيداع أموال المفوضية حفظ الدفاتر والحسابات 31، تودع المفوضية أموالها في حسابات مصرفية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك. 2، يجب على المفوضية حفظ الحسابات والدفاتر وفقا للأسس المحاسبية السليمة.
المراجعه رقم 32، يقوم ديوان المراجعه العام بمراجعه الحسابات المفوضيه وذلك في نهايه كل سنه ماليه. الفصل الثامن اخواننا حنمشي نكمل الفصول كلها وبعد كده نرجع للنقاش، يا ريت تاخذوا نوتس بجنبها. احكام عامه للفصل الثامن، الزاميه تنفيذ تدابير وقرارات وتوجيهات المفوضيه 33، الاجهزه الخاضعه لاحكام هذا القانون او من العاملين بها الالتزام بتنفيذ الاجراءات والتدابير والقرارات والتوجيهات الفصيله لمكافحه الفساد واسترداد الاموال العامه الصادره من المفوضيه. سريه المعلومات، يحضر على الرئيس واعضاء المفوضيه والمدير العام والعاملين بالمفوضيه والخبراء الذين تستعين بهم افشاء من الاسرار او المعلومات او البيانات التي وصلت الى علمهم بسبب ادائهم لمهامهم وذلك اثناء توليهم لوظائفهم او مهامهم وبعد انتهائها. هنا اعتقد انه انتهاء الفتره قد شنو؟ عدم التمتع بالحصانه 35، على الرغم من اي نص في اي قانون اخر لا يتمتع اي شخص باي حصانه في اي اجراءات تحقيق تتخذ بواسطه المفوضيه. مخالفه احكام القانون 36، واحد يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح الصادره بموجبه باقصى عقوبه مقرره في القانون القانون المجرم لتلك المخالفه. 2، يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبه الجريمه التامه. 3، يعاقب الشريك او المتدخل او المحرض في جرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبه الفاعل الاصلي. 4، مع مراعاه حق الغير حسن النية يعاقب بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا لأحكام هذا القانون. 5، في حالة الحكم بالغرامة يجب أن لا تقل عن قيمة عائدات جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون. 6، يجوز التخفيف لكل من يبادر إلى إبلاغ السلطات عن أي جريمة من جرائم الفساد أو يقدم بيانات أو معلومات تسهل كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو تساعد في استرداد الأموال أو العائدات الإجرامية. استئناف قرارات المفوضية 37، يجوز لأي متضرر من قرارات المفوضية بحجز الأموال أو تجميدها أن يستأنف أمام المحكمة العليا المختصة في مدة أقصاها 2 أسبوع من تاريخ صدور القرار. الإفضاء بالمصلحة والتنحي 38، يجب على الرئيس وأعضاء المفوضية والمدير العام والعاملين بالمفوضية الإفضاء عن أي مصلحة تربطهم بأي موضوع مطروح أمام المفوضية لاتخاذ قرار بشأنه والتنحي عن أي اجتماع ينعقد أو إجراء يتخذ بشأن ذلك الموضوع. التقادم 39، على الرغم من أي نص وارد في قانون في أي قانون لا تسقط دعاوى الفساد ودعاوى الاسترداد والتعويض المتعلق بها بالتقادم. 40، أداء القسم، يؤدي الرئيس وأعضاء المفوضية أمام رئيس مجلس الوزراء قبل أداء مهامهم القسم الآتي نصه: أنا فلان الفلاني وقد عينت رئيسا عضوا بمفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة أقسم بالله العظيم أن أكرس وقتي لخدمة المفوضية وأن أقوم بأداء واجباتي دون خشية أو محاباة أو سوء نية وأن لا أكشف لأي شخص غير مخول له قانونا أي معلومات أو تقارير أو بيانات أو مستندات تصل لعلمي أثناء تنفيذ مهامي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 2، يؤدي المدير العام والعاملين بالفوضية قبل أداء مهامهم ذات القسم المنصوص عليه في البند 1 أعلاه أمام رئيس المفوضية. إقرارات الذمة المالية 41، يقدم الرئيس والأعضاء والمدير العام بعد أدائهم القسم إقرارات الذمة المالية للجهات المختصة. سلطة إصدار اللوائح 42، يجوز للمفوضية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تتضمن المسائل التالية: ألف، شروط خدمة العاملين بالمفوضية بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ب، لائحة تنظيم أعمال الوحدة، ودي شهادة بهذا أشهد أن مجلس السيادة والوزراء. هنا ده النص ده يعني كأنه معد إنه والله المجلس التشريعي يتم إجازه الحيجيز القانون المفوضية مشروع قانون المفوضية وحيكون مجلس السيادة والوزراء. هذا إذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2020 في جلسته رقم في اليوم كده لسنة كده الموافق كده، وتحت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة. وبهذا يكون الملاحظات إن شاء الله الواردة من النقاش بتاعنا هنا حتترسلها كلها للإيميل بتاع الحكومة المعنية. شكرا لكم اخواننا جميعا لانكم استمعتوا للسرد كامل، فنفتح باب المداخلات من جانبكم للتعقيب على النقاط الوارده. تفضل استاذ حسام، اعمل اميوت. والله انا عندي سؤال لدكتور الشزح، يعني خاصه بعد ما عرضت الفصل الاخير وهي مطلعه على قانون المفوضيه ومطلعه على قانون مكافحه الفساد زي الصرا الحرام وكل القوانين.
يعني حاليا موضوع الرشوة ممكن يحصل فيه تغاضي، موضوع الاختلاس، كله تقريبا أنواع الفساد. هل صوتك اختفى يا أستاذ حسام. ممكن نوسع صلاحيات ديوان المراجعة العام ويقوم مقام المفوضية بأدوات فنية أكثر وبأتيام جاهزة؟ شكرا. شكرا جزيلا على السؤال. دكتور شيزة تفضلي، اعمل ميوت. والله ده سؤال صعب. أول حاجة بس للتوضيح، أنا ما قانونية ولا حتى خلي ذات مطلعة شديدة على القصص دي، لكن أنا المديرة بتاعت مكتب السودان للمركز المشروعات الدولية، ومركز المشروعات الدولية الخاصة عنده مركز مكافحة الفساد في واشنطن دي سي، وهو الراعي لمشروع زي ما قلت المركز السودان لمكافحة الفساد اللي بدأ مع جامعة الخرطوم، حاليا مع مركز الخاتم عدلان للتنمية والاستدارة. يعني انتقلت بالمناسبة من أيوة المركز، مركز الخاتم عدلان هسه هو العمل استضافة لمركز السودان لمكافحة الفساد. أنا حاخد اللينك بتاع مركز السودان لمكافحة الفساد هنا. القوانين طبعا كثير شديد، لكن في مادة في قانون المفوضية دي بتخد الأولوية لقانون مكافحة الفساد ده على بقية القوانين، يعني يسود عليها. من الصعوبة بمكان قراية القانون ده بمعزل عن القوانين الثانية بما فيها قانون مكافحة غسيل الأموال، وقانون مثلا مكافحة الثراء الحرام، وحتى القوانين او المواد الحاكمه لابراء الذمه واسترداد الاموال الاملاك الجايه من برا، ولا حتى يمكن قراءته بمعزل عن قانون لجنه تفكيك الثلاثين من يونيو. يعني الحقيقه دي كلها هي مكمله لبعض. في الحقيقه انا كنت شايفه انه طالما القانون ده حيكون له اليد العليا على بقيه القوانين، كان من الانسب ان يكون فيه شرح لتلك المواد المتعلقة بمكافحة الفساد في القانون ده، بحيث إنه اللي بيقرأ القانون ده ما يحتاج يمشي يقرأ القوانين الثانية المفصلة للحاجات الثانية، طالما هو عنده اليد العليا على تلك القوانين يعني أو الأولوية. أنا خليه بريت أشرح في المادة 29. أتمنى أكون أجبت على سؤالك يعني، لكن هي القصة دي مناسبة تكنيكالي صعبة جدا. لو أنت عايز هو أي مؤسسة في السودان ده عايزة على الصياغة، ده رأيي أنا يعني بعد التحول الديمقراطي. إذا كان ديوان شوف ديوان المراقبة العام مثلا جس للتسكير إنه كان بيطلع قضايا بتاعت فساد بما فيها مثلا الفرق ما بين القروش الدخلة البترول في 3 سنة مثلا من القروش الجات في الورق وبين القروش الفعلا دخلها، كان في فرق واضح وكان في قضيه بتاعت فساد، لكن ما كان في متهم واضح والقضيه ما مشت لقدام. زي او زي اي تحقيق بيحصل في الصحافه عن قضايا الفساد وبيتنشر وبس، ما بكون في مواصله ليه وما بكون في محاسبه للناس وكده. ففي الحقيقه هي عشان انت تصل ل يعني مكافحه الفساد المفترض يكون سيستم كامل فيه القانون بتاعك على المؤسسات اللي بتقوم برعاية القانون ده، على الناس اللي بينفذوه، على الأذر وعلى القانون تحت الشرطة ولا المحاكم إلى آخره، كلها تكون معاه مع بعض. حتى الديجيتال ترانسفورميشن سيستم، لأنه أنت ما ممكن تعرف إنه في باد ماني في ترانساكشنز حصلت ما لم يكون عندك كونكتد ديجيتال ترانسفورميشن سيستم. فالحقيقة دي كلها مربوطة ببعض، لكن بنتمنى إنه في السنين الجاية السيستم بتاعنا ده يصلح. أنا ذكرت إنه ما تخصصه الدولة من اعتمادات في المادة 29 يجب أن يستبدل بالموازنة، لأنه في الحقيقة ده ما تفضل من الدولة واعتماد، وإنما هو جزء بيأخذ عليه قانون إجازة الموازنة السنوية. قلت يجب إزالة القروض من موارد المفوضية، لأن القروض بتأثر على استقلالية المفوضية، في الغالب تأخذ من بنوك خاصة، وطبعا الأنكى إنها تأخذ من بنوك حكومية لأنه دي بتأثر بصورة مباشرة على استقلالية المفوضية، وكذلك لأنه في صعوبة تكنيكال في تسديد الفوائد والقصص دي. بالإضافة لأنه إذا كان هي المفوضية في النهاية برغم أنها مستقلة لكن هي مفوضية تعمل باسم الدولة، فإذا كان في حوجة مالية خلوا الدولة تأخذ القرض باسمها وتديه للمفوضية ضمن الميزانية بتاعتها. يعني there is no need إن المفوضية تأخذ قرض ذات نفسها. اللي يمشي السودان يقترض من البنك الدولي ويجيب قروش للميزانية بتاعته، من ضمن الميزانية دي يخصص للمفوضية. يعني فافتكر الزج باسم المفوضية في فكرة القروض دي يتعارض مع استقلالية المفوضية. المادة 30 كان فيها تعقيد في إجازة المفوضية يا أنور، لأنه من الطبيعي إنه الميزانية تعد بواسطة المفوضية. المفوضية تجي تقول يا أخي إحنا عايزين كده 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 في السنة دي، وتقوم ترفع ضمن بقية الآيتمز الثانية في الميزانية للبرلمان
البرلمان يقوم يجيزها، لكن الاعتماد اسمه الاعتماد يتم بواسطة رأس الدولة. رأس الدولة أو رئيس الوزراء لا يجيز الميزانية، إنما يجيزها البرلمان، هو فقط يعتمد عليه. أنا أفتكر إنه الحاجة دي بس مفترض تكون واضحة، إنه هي المفوضية هي اللي بتخط ميزانيتها، مش بتخط عليها الحكومة، وإنه بتقدم للبرلمان ضمن ميزانية الدولة ككل، طبعاً بيقدمها وزير المالية اللي هو جزء من الحكومة التنفيذية، وبعد ذلك تجاز وتعتمد بواسطة رأس تجاز من البرلمان وتعتمد بواسطة رئيس الدولة. مهم جدا نعرف ان اول مفوضيه ستخضع لإجازة الميزانيه خارج جدول الميزانيه العامه المعروفه، لانه اوريدي ميزانيه 21 طلعت. معنا احنا بنتكلم عن سبيشال بروسيجر تو كونسيدر القصه دي. اذا القانون ده يجيز بكره، مفترض نكون عارفين انه احنا عايزين استثناء للايتيمز دي كده عشان اجازه، ودي مساله تكنيكال يعني. بس يعني انا افتكر انه كان مهم يخطوا ماده واحده بس تنفي اللغط ده كله، يقولوا انه فيها تخضع اجازه الميزانيه لقانون إجازة الميزانية العامة فول ستوب، بدل التعقيد بتاع انه منو يجيز ويقدمه وبتاع. This is too much details يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا لك دكتور شزا على الانبوت المفيد جدا جدا. بروفيسور احمد الكاوي تفضل. شكرا يا انور، سامعني؟ الله يبارك لك. مسموع، نعم تفضل. انا بس دار الكلام اللي قالته دكتور شزا ده خلينا نسوقه في جزئيه معايا، يا ريت تكتب معايا انور لانه مهم. بدا الكلام الكل الغروض ومش عارف، بقول يكون مثلا ماده تكون قضيه ميزانيه مستقله تودع مبالغها في حساب خاص باسم المفوضيه طبعا في بنك من البنوك، وبعد ذلك يصرف وفقا للوائح الماليه وكذا. بس الكلام ده كل الغروض ومش عارف وتخصص ابدا، يكون للمفوضيه ميزانيه مستقله توضح كيف، ده موضوع اخر. خلي نص فضفاض كده يحمل كل شيء يعني، كل لو قلناه قبل وكده يغنينا على الكلام كله واللي يركز على الترشيس. يا ريت يكون مفهوم الكلام قلت يا أنور. أي نعم واضح يا برو. طيب بعد أوكي تمام ممتاز جدا جدا. طيب بس يقول مقول يقول يقول المفوضية ميزانية مستقلة. يا برو الصوت من عندك بقى ما مسموع. طيب حماية النزاهة. أيوة. ودي تشتمل على آليات عشان تمنح مكافآت تشجيعية. يا ريت تكرر بس الكلام الأخير ده لأنه الصوت بتاعك كان بيجي فترة كده. أي فيهم الجزء الثاني؟ آخر حاجة سمعناه إنه والله النص اللي هو تكون مفوضية ميزانية مستقلة. أيوة. طيب تودع مبالغة في حساب خاص باسم المفوضية. طبعا في واحد من البنوك طبعا اللي يختاروها بعدين، بعد ذلك يتم الصرف يبغى للوائح الماليه المنصوص عليها في كذا 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 في اي قانون مالي بالمعنى ده يعني، او في نفس القانون ذاته. بس ده اقول يا انور. سامعني يا انور؟ الو. نعم قاعد اكتب. اي نعم. اي المنصوص طيب. عليها في أيوة. اي قانون. نعم. ايوه طيب النقطه الثانيه بقول انه المفوضيه نفسها المفروض تعيد قواعد ديفلوب قواعد عشان تحمي النزاهه، والقواعد دي بتشمل على اليات عشان تمنح مكافآت تشجيعيه وإذا انها ماديه او معنويه للناس المبلغين وكان موظفين الدوله او غيره. ده الاجتهاد ده طبعا بيؤدي الى كشف حالات فساد و او يوفر مواد مبالغ للخزينه العامه للدوله. ده النقطتين تقريبا كنت عايز اعلق عليهم، هوب انه واضحات يعني. نعم واضحات. نعم طيب تسمح لي انا بعد ده والله والله كتر خيرك يا بروف ما قصرت الليله والله، يجد على نفسك شديد الله يكرمك يا اخي، وان شاء الله يجعل ميزان حسناتك، ودي اهل المحريه فيك في كل الاخوه والاخوات من اعضاء مجموعه الباحثين السودانيه والمساهمه الوطنيه دي، تكون اكتف سيتيزنز تطور الحياه بتحصل بلد. كتر خيرك يا بروف. لا شكرا جزيلا، ده واجب، واتمنى نتقابل ثاني في ساعات يعني ابرك من كده ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله مستنينك للسيشن بتاعت الملكيه الفكريه ان شاء الله. كتر خيرك. حاضر حاضر. السلام عليكم. الله يكرمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب الاخت علياء جمال تفضلي، يا ريت تعرفي بنفسك وتفضلي المداخله. اعملي ام ميوت. شكرا جزيلا، السلام عليكم جميعا. انا علي جمال، شكرا
بمنظمة العمل الدولية. في الحقيقة الكلام ده يعني interesting جدا، والمنظمة بصدد وضع يعني بتحاول تضع معيار أو في شكل اتفاقية أو توصية فيما يخص الويسل بلورز، فيمكن السودان حتكون رائدة في المجال ده ويذكر اسمها. الحاجة اللي لفتت نظري، كنت عايزة أستاذة انتصار غندور ذكرت إنه في يو إن كونفنشن بتاعت الفساد دي، وأنا أفتكر إنه السودان مصدقة عليها. فإذا السودان مصدقة عليها، السؤال لأستاذ انتصار هل أو لأي واحد ممكن يعرف المعلومة دي، لأنه أنا ما عندي فكرة، إذا السودان مصدق على الاتفاقية دي، هل بموجبها السودان بيرفع تقارير لآليات الإشراف بتاعت المنظمة دي؟ إذا بيرفع تقارير فدي حكاية مهمة جدا، لأنه التقارير دي بتوري الفجوات في التشريع، فدي ممكن تأخذ في الاحتبار في مراجعة المسودة الحالية، وكمان بتكون يعني السودان ما بتكون موقف محرج في إنه ما مواكب مع الاتفاقية هو صدق عليها. فده سؤال مهم يعني خطر ببالي. السؤال الثاني كانت بتقول أستاذة انتصار إنه القانون المفوضية هو جزء من an overall نظام بتاع قوانين، فأنا ما أعرف هاي معناتها، فهمت من الحوار الدائري إنه في قانون منفصل عن مكافحة الفساد، فإذا في قانون منفصل في مكافحة الفساد فهل يوجد في هذه المسودة ما يحتم إنه نشيل منها القوانين المتعلقة بس بالفساد وتتخطى في القوانين الثانية ولا لا؟ دي بعض الأسئلة اللي خطرت في بالي. فشكرا جزيلا، والواحد قاعد يتعلم كثير من الزملاء هنا. شكرا جزيلا أستاذ عالية. قلت في منظمة العفو الدولية أمانة مش كده؟ العمل اللي هي ليبر. أوكي، ممتاز جدا جدا. احنا سعيدين بانكم انتوا جيتوا، ما عارف انت لو عضو في مجموعه الباحثين السودانيين وبتشارك في الانشطه بتاعتها، المنتدى الاقتصادي وغيره، لكن ندعيك لانك تنضمي، لانه دي في امبارح كان السيمينار رقم 40 من سيمينارات المنتدى الاقتصادي، تناقش فيه مواضيع كثيره فيها الهيومن كابيتال ديفلوبمنت وغيره. الله يفتح عليك يا استاذ انور، لانه المشكله نحن البلاغيه كثيره في الشغل بتاعنا انه بيفصل عملية العمالة من الاقتصاد، فدي شغالة فيها توعية شديدة جدا، يعني دي مهم من الواحد يعني يكون معاكم في الحتة دي، لكن كيف الواحد انضم يعني؟ عندك دكتورة نعمة الفاتحي حامر، هي من المنسقين بتوع المنتدى، بتعرفيها معاك في جنيف مش كده؟ لا ما بعرفها. اوكي، المهم تتواصلي معاها، انا بديكي برسل لك الايميل بتاعها. يس بليز. ايوه هي لأنها معك هناك في جنيف، فبكون التواصل أسهل بكثير جدا جدا. أوكي. نعم. طيب أستاذ انتصار غندور، أعتقد إنه في سؤال تم توجيهه لك، وأنت الرائدة الوحيدة ذكرتي موضوع الاتفاقية بتاعت الأمم المتحدة. أستاذ انتصار، يا ريت لو فتحتي المايك. تفضلي. الليلة والله سعيدين جدا أخوانا بكمية الخبرات ما شاء الله الموجودة. طيب. طبعاً السودان موقع في الفترة السابقة الكونفنشن هو أو الاتفاقية بتاعت الأمم المتحدة، طلعت في 2003 وإحنا وقعنا أفتكر في 2007، لكن أنا يعني ده رأيي الشخصي إنه الدولة السودانية أو الحكومة السابقة وقعت على الحاجة دي أو الكونفنشن to keep up appearances ويوروا إنهم هم شغالين في مكافحة الفساد، ما كان الانتنشن حاجة حقيقية لمكافحة الفساد، فالناس وقعت لكن ما عملت أي حاجة لحد ما جاء مشروع بتاع مكافحة الفساد وكان فيه كلوز معين والقانون ما مشى، لأنه الرئيس السابق يعني اعترض على الحتة بتاعت رفع الحصانات، فدي كانت الإشكالية يعني. في قوانين كثيرة من ضمنها القوانين الحسبة والمظالم والحاجات دي كلها قديمة موجودة في السودان، لكن الناس ما اشتغلت عليها لأنه زي ما قلت لك الانتنشن ما كان في وقته إنه يعملوا حاجة جديدة تكون encompassing
يعني every aspect of مكافحة الفساد على أساس إنه to over يعني رايت القوانين القديمة. فإحنا لسه قوانين القديمة شغالة والجزئية دي ما اتحدثت. فحس لما يجوا الناس يتكلموا عن يعني قانون المفوضية فتبقى المسألة مبتورة. ده يعني الوضع شكله كده. بالنسبة للقوانين بتاعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دي برضو إحنا انجبرنا كسودان إنه إحنا يعني نلتزم بها عشان المنظومة المالية العالمية إحنا نقدر نتعامل معها برضو to keep up appearances مع حاجة حقيقية. ودي إشكاليتنا. أتمنى إنه أنا أكون رديت على الحتة دي. معناه الناس لو عايزة حقيقي تكافح الفساد تشتغل على المسألة من أولها لآخرة، نشيل القوانين القديمة نشوف الموجود منها اللي بيصلح اللي بنقدر نعمل له أبديت، نشوف كل الحاجات المفترض يعني تكون موجودة في القانون عشان فعلا إحنا نكافح الفساد. أنا قبل رفعت يدي عشان عايزة أتكلم في جزئية معينة اللي هي الآليات بتاعة مكافحة الفساد. إحنا حسب نقول المراجع القومي، المراجع القومي طبعا مياه كثيرة يعني مشت من تحت الجسر في الفترة 30 سنة السابقة. ديل بيقبضوا منه، بيقبضوا بيختلس له كم زول موظف دولة، يختلس قروش، يضبح حسابات، كلام زي كده. لكن الفساد الحقيقي ما هبش فيه وما شفت تقارير ولا كده. بيبقى إنه زي بدل ما إحنا طبعا كسودانيين بنحشق إنه إحنا تري إنفنت ذا ويل، ودي الحاجة اللي أنا يعني ما بحبها في السودانيين. بنحب يعني نصنع الحاجة من الأول. ليه إحنا ما نشوف الدول الثانية عمل شنو وإحنا يعني نعمل زيهم؟ أي منظومة نجحت ليه ما إحنا نكررها؟ المفوضية إذا ما كان عندها جهاز بتاع مباحث خاصة بها ما أفتكر إنها حتنجح. أمريكا في فترة من الفترات بعد ما طلعت من الريسيشن بتاع العشرينات بقت الشرطة كلها شرطة فاسدة في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذاك جاوب الفكرة بتاعت عايزين ليهم حاجة فوق للشرطة المحلية، جهاز يعني يكون بيكافح فعلا الفساد بتاع الشرطة والمافيا والعصابات والكلام ده. وجاءت المباحث الفيدرالية. إحنا الجزئية دي ما فيش، إحنا المباحث تابعة للشرطة عندنا في السودان. في أمريكا ما قدروا يكافحوا المسألة دي اللي عملوا جهاز فوق من سلطة الشرطة، ودي حين ما موجودة. دي الحين إحنا عندنا ما موجودة. معناه أنت الـ لو ما أديت السلطة الكافية والزراعة القوية وعندها مباحث خاصة بها عشان حتى الفساد في الشرطة ذاته تقدر تكافحه، لازم تعمل لك جهاز بتاع مباحث. وده طبعا مقترح شخصي، أنا ما عارفة الناس بتاع القوانين يخدوا وين. شكرا لكم. شكرا جزيلا. فعلا يا أستاذ انتصار، يعني المؤسسات عندها تندنسي لسيلف ديفندينج، انه لو قمت قلت له والله في المؤسسه الفلانيه في فساد بقول لك والله دي حالات فرديه دائما بنسمعها وما بترفع الحصان عن منسوبيها، شفناها في الكميه بتاعت قضايا مختلفه، وبالتالي لازم يكون فعلا في جهه اكبر منها. الفكره صراحه بتاعت الاف بي اي في السودان انه المباحث تكون فيدراليه، وشفنا برضو ناس بتمشي تحاول تبلغ يقول لك انه والله ده القسم ولا الحته المختصه، وبالتالي بس في البيروقراسي بتضيع كميه بتاعت جهود، كمية بتاعت ناس بيتكلم عن سرقات وعن فساد وبتاع، لكن ما في زور برضو بيحاول يمشي يصل جهاز الدولة، لأن جهاز الدولة لو دخلت جوه ما بتمرق. يعني أعتقد إنه فعلًا في حياة كثيرة إصلاحات يفترض إنها تكون موجودة. طيب بروفيسور حامد مكاوي، هل أنت رافع يدك ولا؟ أيوة أنور، بس لأنه أنا اتفضل. كنت سايق بعدين اضطريت أرتبه لوبا عشان في نقطتين دار أعلق عليهم. اتفضل. النقطة الأولى اللي عندها علاقة بالقوانين اللي عندها المرتبطة بقانون الفساد المزمع أو المشروع ده يعني. فنحن ممكن الكلام ده يكون اتفاداه بس بصياغة في نفس قانون المفوضين، نقول والله مثلا دون الإخلاء بما جاء في القوانين كده أو بما لا يتعارض مع القوانين كده، فبالتالي ممكن نكون في هذه الحالة غطينا كل شيء. إذا كان مثلا قانون الفساد مثلا عنده علاقة بقانون غسيل الأموال، عنده علاقة مثلاً بالرشوة وكذا،
والله بما لا يتعارض بدون الإخلال بما جاء في القوانين كذا، دون الإخلال بما أو دو أو بما لا يتعارض مع القوانين كذا، القانون الفلاني. فخيال بيقول نتفادى كل المسألة. مثلا الصياغة ما تريد، نكون الصياغة هي أخذتني وجابت لي القوانين هذه اللي عندها علاقة بقانون الفساد، دي حاجة. الحاجة الثانية تكلمت عن الكونفنشن، وهل السودان معرف هو موقع ولا مصادق، لأنه يفرق بين السيجنتشر وبين الراتيفيكيشن. انت الاتفاقات دائما هي بتمر بمرحلتين، مرحله التوقيع بتقف لحد هنا وتكون ملزمه، بعد ذاك لما انت تنقلها وصادق على البرلمان تدخل مرحله الراتيفيكيشن، بعدها تكون ملزمه بالنسبه لك. ما عارف الاخت اللي من منظمه العام الغد، ما عارف تورينا هل حاليا نعم ايوه السودان موقع المصادق نوت شو. اذا مصادق بالضروره السودان بالضروره بيكون ملزم بالمبادئ الجاد بها الاتفاقيه، لانه الاتفاقيات الدوليه تعتبر هي سوبريم لو اوف ذا لاند، يعني تعالوا على بريفيل اوفر القوانين المحليه، وبالتالي قوانين المحليه بشنو ان تتواءم مع القوانين او بما جاء في الاتفاقيه الدوليه. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا بروفيسور محمد كاوي. فعلا الحاجه دي نبهتنا لها، انا صراحه طبعا ما كنت ممكن انتبه لها، مساله المصادقه ولا التوقيع. بتذكر انه كان في مساله الجنايات، محكمه الجنايات الدوليه، كان انه السودان والله من الاعضاء المؤسسين مش كده في مصادقه. السودان وقع وما صادق، وبعد شوي قام انسحب حتى من التبرير ذاته، انسحب منه. ايوه يعني وقع بس في لكن ما صادق. لا هو وقع وما صادق، حتى بعد ذاك لما جات حصل افتكر 2005 ولا 2009 السودان قام حتى التبرير ذاته سحب، بلا موقع ولا مصادق. الاي سي سي طبعا ما باعتبار ان الاي سي سي هي اتفاقيه، اتفاقيه دوليه، هي روم ستاتيو، روم كونفنشن. الاي سي سي اللي هي انشات الاي سي سي اللي انت ناجي كريمال كورت. نعم. فضل الوضع كده، فنفس الشيء تقريبا هو بينطبق على الوضع ده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بروفيسور محمد مكاوي، ربنا ينور عليك. اخونا هارون تفضل، عمل الميوت للمايك تفضل، تعرف بنفسك تفضل. معليش انا بالغلط اعمل اميوت مره ثانيه. شكرا دكتور انور، وشكرا للاساتذه الاجلاء، محاضره قيمه جدا. انا هارون عبد الله، مواطن سوداني مقيم بالمملكه العربيه السعوديه الرياض. بس انا يعني مداخله بتاعي في نقطتين. النقطه الاولى انه الناس بتكلموا كثير جدا جدا ان الفساد المالي وكذا. الفساد المالي يعني ممكن تعمل له كنترول بحكومة إلكترونية، ما بيحل لنا من الفساد المالي ده إلا حكومة إلكترونية. يعني في دول هسه المملكة العربية السعودية، أي مساهمة للدولة أو رسم للدولة ما فيش حد يدفع نقدا لموظف الدولة خالص. حتى في دول تطورت مشهد، يعني مشهد المسألة ده وقل الفساد. يعني ما نقول انت بقول الفساد ده، يعني اذا كان داري الناس يحاربوا مسألة الفساد المالي، وتقارير بتاع المراجع العام سنويا في اختلاصات وكده لما يلفوا ويدوروا برضو، لو ما في حكومة إلكترونية هيستلل بيكون فساد ده موجود. كان عملت له مش مفوضية بتاع مكافحة الفساد ولا الشفافية ولا 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 حفظت الناس، أصلا بيكون فساد ده بيكون طالما أنت حرصت اللحمة ده بالكديسة بالمثل اللي اسمه ده بيكون أتاك. يعني الأخطر من كده الناس ما دا نتحدثوا أنه الفساد الإداري، وده أخطر من الفساد المالي. يعني هنا في السودان الآن عندنا الفساد الإداري، يعني مشكلته كبير جدا جدا، المحاباة وأخوي أخوك وأبناء منطقتي ومنطقتك وكده، ده لو ما حلينا منها المسألة ده مهما عملنا مفوضيات برضو استيل هنا بكون يعني في حلقة مفرغة. وافتكر انه ده مثلا ده الحكم الفيدرالي وبالحكومه الالكترونيه
بيحل اشكاليات بتاع الفساد الاداري. والفساد الاداري ده يا جماعه والله في السودان يعني تكلفته كوست بتاعه كبير جدا جدا، والناس ما قاعدين بيتطرقوا فيه. نتمنى انه من الاساتذه انه يتطرقوا لنا الفساد الاداري ده اول حاجه، المسائل الكثيره المذكوره في الفساد الاداري المعروفه. انا يعني شكرا لكم. شكرا لك استاذ هارون، شكرا مداخله قيمه. وفعلا زي ما ذكرت انت موضوع الفساد الاداري، لانه يعني حسب ناس الاقتصاد عنده تكاليف غير منظوره في التكلفه بتاعت الزمن اللي هو التايم فاليو اوف ماني. انت ما عينت الزول المناسب في المكان المناسب، بالتالي في تكلفه ثانيه اسمها الاوبورتيونيتي كوست. يعني احنا كان يفترض انه الزول ده لو جو كان كفء وادار الحته دي، كان وفر وظائف وكان خلق بتاعه الى اخره، واخذ قرارات كويسه نزيهه وفاوض لنا باسمنا وبيض وشنا ورفع راسنا والى اخره. فهو دي كلها اسئله حاليا يعني ما اعتقد انها يعني مفصله شديد في موضوع القانون. طيب استاذ الغالي تفضل. استاذ الغالي، الغالي وبعده عاليه وبعده دكتوره نعمه. اوكي اي نعم اخوانا دكتوره نعمه، طبعا لانها ما هي كو هوست ما حتقدر ترفع يدها، فهي بعد استاذ الغالي. استاذ الغالي تفضل. طيب دكتوره نعمه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا في الحقيقه ما للاسف ما كنت قادره احضر ال يا ريت لو عرفتي بنفسك بس لانه عشان برضو. طيب انا نعمل فاتحي حامر، ايكونوميست شغاله في الانتاد، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. أنا يا أستاذ عالية دكتور أنور قال لك إنه بعرفك وحتواصل معاكي. yes. تقابلنا قبل كده صح مرة هنا. وأنا برضو مشرفة في مجموعة الباحثين السودانيين وأحد منسقي المنتدى الاقتصادي. للأسف أنا ما قدرت أحضر الجلسة كاملة من البداية، فما أعرف هل تم التطرق للموضوع ده ولا لا. أنا عندي يعني أبحاث في مجال الفساد، وعندي ورقة بتتكلم عن يعني الأسباب بتاعت الفساد في السودان، العواقب الاقتصادية والعلاج ممكن يكون شنو. كانت حتى يعني كتبت واتنشرت في 2018، فقبل الثورة، قبل لجنة إدارة التمكين، وقبل التغييرات دي كلها. الحاجة اللي أنا عاوزة أشير لها وأسأل عنها، هل خلال النقاش ذا تم التطرق للهوليستيك أبروتش في مكافحة الفساد، ولا إحنا كنا بنتكلم عن قوانين بس؟ لأنه القانون وحده ما بيكفي، وزي ما قالت دكتور انتصار إحنا يفترض ننظر لتجارب الدول التي نجحت في مكافحة الفساد. أنجح مثالين موجودين في العالم هم سنغافورة وهونغ كونغ، والدولتين ديلا لو تكلمنا عنهم في السبعينات كان وضعهم من ناحية الفساد كوضع السودان حالياً. يعني لما تقرأ عن إنه ما في حاجة ممكن تعملها من غير رشوة، الفساد الإداري مستفحل، الناس في يعني السلطة العليا هم غير مسائلين، وتجد عين لوضعهم حالياً يعني وفقاً للCPI اللي هو Corruption Perception Index الصادر من مؤسسة الشفافية العالمية اللي هي بتقيس البرسبشن بتاع الفساد في البلدان. حالياً هونغ كونغ رقم 14 كلين كنتري، وسنغافورة أعتقد رقم 3، يعني قبل دول مشهورة بالنزاهة زي جابان فور إكزامبل. فالدول دي لما جات تحارب الفساد ما اعتمدت على القوانين، كان عندها holistic approach. الشعار مثلاً في سنغافورة كان prevention promotion education. القوانين كانت في prevention، يعني to tighten law بحيث انك ترفع الكوست بتاعت الفساد، وبالتالي يعني ياهو المحاكمات وخلافه والشغل بتاع اللجان إدارة التمكين، او مثلا اللي هي كان عندهم مثلا مفوضية مكافحة الفساد. لكن في جوانب تتعلق بانه لما الفساد يكون واصل لمرحلة بقى نورم، بقى عادة، وبقى الناس بتعايل له وباعتبار انه the only way to do things، الطريقه الوحيده للقيام بالاشياء زي ما هو موجود في السودان، يبقى القانون ما كفايه. فهونغ كونغ وسنغافورة الاثنين طبقوا يعني شغل عنيف جدا في انهم يغيروا البرسبشن، يغيروا مفهوم الناس على عن الفساد. فده بتم عن طريق الايديوكيشن، ده بتم عن طريق الحملات في الميديا، ده بتم عن طريق انه احنا نصل لاي انسان نفهمه انه مفهوم حتى الرشوة، حتى إنك تجي الشغل متأخر، حتى إنه المحاباة زي ما ذكر أحد الإخوة المتداخلين قبل شوية، كل الحاجات دي هي فساد. يعني إحنا نتكلم عن grand corruption الاختلاس، لكن بنتكلم عن petty corruption as well، وده صراحة منتشر بصورة كبيرة جدا في المجتمع السوداني، بحيث إنه بقى معتبر إنه حاجة عادية. يعني
واحدة من الأسباب أفتكر اللي بتخلي المجتمع السوداني يتصالح مع الفساد هي جماعية المجتمع نفسه. الجماعية هي في حد ذاتها ما صفة سيئة، لكن بتأدي وفقا لدراسات لتقليل إحساس الفرد بالمسؤولية اتجاه أعماله اللي بيقوم بها. يعني بيكون في تندنسي إنك تلوم المجتمع. أنا برمي ليترين في الشارع، برمي في أوساخ لأنه دي ما غلطتي، أنا بدفع رشوة لأنه دي ما غلطتي، أنا بستعمل يعني في أبيوز للباور دي ما غلطتي، كل الناس بتعمل كده. فإحنا لو ما اشتغلنا في الحاجات دي، قانون على شغل بتاع الناس علم اجتماع، على شغل بتاع education، على شغل بتاع ميديا، ما أفتكر إنه القانون وحده بيوصلنا للحد إحنا عايزين نصل له. لازم السودان يدرس تجربة سنغافورة، لازم السودان يدرس تجربة هونغ كونغ. الأساس في النجاح هو الكوميتمنت from the leadership، بعدها القانون، بعدها إنه يكون في شغل بتاع يعني promotion للأنتي كوربشن، يكون في شغل بتاع education في نفس الوقت، أزروايس ما حيكون في نجاح. ليه أنا بقول كده؟ لأن الدول اللي طبقت تجارب هونغ كونغ وسنغافورة وكان في نقص ما نجحت. في مثال تايلند مثلا، لأنه ما كان في كوميتمنت من الليدرشيب. في مثال في أمثلة كثيرة في أفريقيا، لأنه ما اشتغلوا بالأسلوب الهوليستيك أبروتش. لو عاوزين ننظر لتجارب دول أقرب لنا، ممكن يكون المجتمع الآسيوي مختلف شوية، ممكن يكون شخصية الإنسان الآسيوي مختلفة. في تجربة بوتسوانا، بوتسوانا عندها تجربة رائدة وأكثر الدول نجاحاً وأكثر دول طبقت أبروجز كانت شبيهة بسنغافورة وهونغ كونغ. فدي بس مداخلتي إنه الموضوع أكبر من قانون، القانون هو جزء واحد من الأعمدة، لكن القاعدة هي الكوميتمنت from the leadership، التزام السلطات العليا إنه لا أحد فوق القانون. بيجي القانون، بيجي معاه البروموشن، بيجي معاه البروتكشن، بيجي معاه الإديوكيشن في نفس الوقت. فلازم أشياء دي تطبق يعني مع بعضها. وآسفة للإطالة. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة نعمة، يعني الله يفتح عليك وينور طريقك، يعني كلام فعلا مهم جدا جدا. الليلة في ظل يعني تمدد مثلا حاجات أجسام زي الدعم السريع وشركات الرمادية، وإنه 82% من اقتصاد الدولة غير خاضع لولاية وزارة المالية وكده، بيبقى من الصعب جدا انه القانون ده حينفذ يمنه. يعني هو في 18% دول اللي عندهم اقتصاد ويعصروهم، يقولوا احلبوهم طلعوا منهم حاجة زيادة ولا اللي حيحصل شنو يعني. طيب استاذة عالية تفضلي. شكرا جزيلا. سوري نعمة، ما I didn't recognize، معليش مرات في senior memory lapses، ما في مشكلة. لكن طبعا اتقابلنا وما شاء الله عليك أفكارك يعني effective ومؤثرة جدا. يعني أنا I totally agree with what you've gone through. لكن كنت عايزة أجاوب على بروف محمد كان بيسأل إذا الاتفاقية بتاعت الـ UN to combat corruption دي has been ratified. ف I had a quick look حسي في جوجل واكتشفت انه السودان فعلا صدق عليها في 5 سبتمبر 2014، وده بتديك يعني a good starting point in a way. لانه الكلام اللي قالته نعمه يعني في مثلا يعني اذا نحن members في المشروع في الكونفنشن دي عاده بيكونوا هم عندهم technical assistance، فبتكلم عليه ونعمة دي إنه هم ممكن يجوا ويعملوا توعية بالتجارب المختلفة ويشوفوا مثلاً الحاجات المناسبة مع السودان. لأنه كمان يعني ده الوقت نعمة بتقول لازم يكون في commitment من الـ government. فأنا I hope إنه what we're doing that now is shows إنه في commitment من الـ government. لكن السؤال لأستاذ أنور، أنت هل في deadline إنه التوصيات اللي بتترفع من النقاش دي هل فيها deadline وبعد ذاك خلاص we close the door؟ أجاوب لك بسرعة. نحن لأنه ما شفنا في deadline في الدعوة بتاعتهم، عشان كده عملنا البتاعة دي the soonest. يعني الدعوة بتاعتهم كانت جات عبر وكالة السودان الأنباء وزارة العدل يوم الأربعاء الفات. نحن طوال دعينا اليوم الأحد إنه يكون في النقاش بتاع المفوضيات، الليلة مكافحة الفساد، بكرة العدالة الانتقالية، وبعد بكرة السلام. لأنه ممكن as we speak now ممكن يطلع إنه والله البتاعة راتيفايد وخلاص يعني. بالضبط. قانون. عشان كده مشينا بسرعة، شفتي كيف؟ نعم. برضو نعم. ما في deadline. نعم. لكن يعني يعني من الكلام اللي بسمع من الزملاء ده يعني في a lot to do. يعني في زميل بيذكر الفساد الإداري، في أستاذة انتصار بتقول في need to update some laws. يعني دي كلها إن شاء الله هتطلع في التوصيات بتاعتك، لكن يكون في اقتراح إنه يكون في working groups. يعني مثلا working groups في القصة، يعني انتصار مثلا
I can, يعني if she's willing مثلا انه to chair a group عشان to update the necessary related laws, عشان انت ممكن يكون عندك one piece of legislation ما متماشية مع الحاجات الثانية. فده مهم جدا, يعني احنا بنمشي بسرعة لكن برضو الواحد لازم يقول لهم اوكي يعني what is the, إذا في deadline, لكن الشغل كثير يعني فما ما ما يربطوا ايد الناس بالديدلاينز يعني تكون الحكاية دي تكون يعني تحصيل حاصل. نعم, احنا عندنا working group شغالين في الموضوع, عندنا اصلا sub group من السودانيز researchers مختص بمكافحة ومحاربة الفساد والريسيرش بتاعها للناس المعنيين وعندهم interest, ومعظم الحاجات بنحاول نناقشها هناك. وفي بعض مرات بتكون يعني سبيشال يعني بيربز جروب بيعملوا لموضوع محدد ويشتغلوا, وهو استاذ انتصار ونعمه وشخصي وعدد من اعضاء المنتدى الاقتصادي والباحثين السودانيين موجودين واكتف في مواضيع مختلفه. بعض مرات بنادي يعني بنادي زي ما نقولوا كونسلتيشن يعني برو بونو لمؤسسات محدده تطلبها بعينها في وقت من الاوقات, سواء كان مجال الاي تي ولا القانون ولا الاقتصاد ولا غيره يعني. فمرحب بك, لو انت عاوزه تكوني جزء من الموضوع انت تواصلي ترسلي الايميل بتاعك وممكن انا طبعا بحاول على قدر ما اقدر لانه طبعا في برايورتيز مع وزاره العمل اكثر, لكن يعني احنا طبعا بالنسبه لنا ماخذين اي حاجه بنقدر نقدمها ونعملها هسه في الوقت الحساس ده اللي هو فيه القوانين بتطلع والترانزيشن بيتهيئ او كده, لانه اسي اي انترفينشن ممكن يكون الهدف بتاع الامباكت بتاعه كبير جدا في المستقبل. اكزاكتلي لكن يعني حاجه بس يعني معلش شدد عليها, اذا ممكن في جروب اتصل مع ناس اليو ان كونفنشن تو كومبات استاذ انتصار اوريدي هي الزول الخبيره في الموضوع. لا تمام, يعني هم بعد ده ممكن عندهم يعني a lot of technical assistance ممكن يعني يساعدوا بها البروسيس دي أفتكر. نعم. إذا ما بعرف what kind of technical assistance they في حتة بتاعت التوعية, في حتة بتاعت ال exposing good practices, دي كلها يعني ممكن يعني يمكن تسهم على ال, مع إنه نحن عندنا مشكلة يعني السودان ما دافع على الفكرة الأريوس بتاعته, فما بعرف هيخلونا نستفيد من التكنيكال assistance ولا لا. والله احنا ممكن ندعوكي لمحاضره كده تقورين انت بقى تعملوا في شنو اصلا المنظمات الدوليه دي بالمناسبه احنا كنا بنسمع بقى بنشوف اسا هنا حروف زرقاء كده يو ان ما عارف شنو بتاع ما عارفين بيتعاملوا في شنو ولا كيف احنا ممكن نساهم ولا كيف ممكن نتعامل معاكم. نعم يا ريت تورونا انتوا بتتعاملوا في شنو ونحن كيف ممكن نساهم وتبوش المواضيع. يعني اذا طبعا كلامك ده في محله, لانه طبعا القايه له المشكله بتاعتها من اقدم اول واقدم منظمه, لكن يعني ما هي مشروع اتس نوت ذا يو ام بروبر اتس سبيشلايزد, يعني هي وكاله متخصصه من وكالات الامم المتحده, وللاسف الشديد شغلها كثير, لكن يعني التوعيه بها يعني غير وزاره العمل والعمال وكذا, حتى العمال ممكن ما يعرفوا يعني ممكن تعمل شنو. فكلامك في محله. نعم, فندعيك ان شاء الله انه نواصل ناخذ مداخله من الاستاذ الغالي, وبعد ذاك يا اخواننا هنوقف الريكوردينج على اساس انه يبقى الفيديو ده يستبل بالنسبه للناس اللي بيسمعوه لاحقا. وتفضل استاذ الغالي وبعده ممكن نختم ان شاء الله. يا بس ما دار اطلع عليكم لانه الموضوع طال, بس اللي هم بيسني على الكلام اللي قالته الاستاذ الاخير بتاع انه الهولستيك ابروتش مهم خالص, فمهم برضه نعرف انه المفروضيه هل في عندها سلطه بتاعت اشراف عن المؤسسات ولا لا, لانه انا شايف بيل في ستيتمنت قالت انه يجب على المؤسسات الماليه يعني تعمل التدابير اللازمه اللي هي بتاعت الديو ديليجنس والغير وغيره, يعني يجب انت يجب كيف بس خاطر نص انه يجب وخلاص, يعني المفترض تكون عديل نص واضح انه يا اخي تعملوا الحاجات اللي انه هي اللي تعمل بريفنشن للفساد واللي بتعمل المونيتورنج للفساد والحاجات دي تكون واضحه انه كده, وتخط ديدلاين لاي مؤسسه انت اذا انت عندك سلطه بتاع السوبرفيجن انه المؤسسات اللي انه زي اللي قلت عليك انه اللي انت مغطيها اول كل المؤسسات اللي انت في السكوب بتاعك تديهم ديدلاين محدد انه يا اخي في مجرس محدده هي ممكن تكون لوب هول للفساد انه يا اخي تغطوها في البروسيجرز في البوليسي بتاعتكم في حاجاتكم كلها وتعملي ريبورت لنا بيها, يعني اذا انت اصلا عندك سوبرفيجن اوثوريتي
فدي ما واضحه في البتاع يعني، انا بس نص كده ميت شايفه ما فيه هو يسمعونه. يعني مثلا الامارات قبل كم يوم، الاسبوع الماضي، عملت عشان تنظم الموضوع بتاع الفساد والجرائم الماليه وغيره، عملت حاجه اسمها النان فاينانشال انستتيوشن. خلي الفاينانشال انستتيوشن ده البنك المركزي عليها عنده سلطه عليها وعنده رغابه وتابع اي حاجه فيها، واي حاجه سسبيشس بتتم تتعمل ريبورت لها في اي كاستمائيه فيهم قريب كم 20 50 بنك وكم او 200 مؤسسه ماليه او 200 صرافه او غيره. لكل المؤسسات الماليه دي اي سسبيشس من اي حد يعمل ريبورت له هناك، وعندهم محكمه خاصه عندهم. لكن عملوا حاجه للمؤسسات الثانيه دي عن طريق وزارة الاقتصاد، اللي هي المؤسسات يسموها نان فاينانشال نان بزنس نان فاينانشال ان ان بي في، ولا المهم سموها اللي هي اي حاجه بتعامل بقروش كثيره، مثلا شركات الريال استيت، شركات الانشورنس، اللو، دي كلهم بيتعاملوا مع حاجات ممكن تجي منها فساد. المؤسسات الناس اللي بيعملوا الشركات بسموه شو البيزنس سيرفيس بروفايدر، كل المؤسسات اللي بيتعامل مع بقروش كثيره، شركات الذهب كلها، انه يا اخي ادوها مجرس محدد انه يا اخي باي اند اوف مارش انه لازم تعملوا الحاجه دي، انه جاكم مثلا بيعملوا اي مؤسسه تعمل ريسك اسسمنت للمشاكل الممكن يجي منها فساد ويمكن يجي منها اجرام، تعملوا بعد ذاك في حاجات محدده تكومبلاي وزيت، مثلا تعملوا ريسك اسسمنت بتاع حقكم، تعينوا مسؤول بتاع مسؤول عن الموضوع ده، تعملوا قوانينكم ولوائحكم، تعملوا بقول له شنو المخاطر اللي بتجي منها الحاجات دي، تعملوا لنا فيها اسمه يعني تعطونا فيها الريبورت كلها، ويكون في ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز، ويكون في انسيدنت هاندلينج لو حصل اي حاجه يعني كل التفاصيل دي. اهم حاجه عندهم في حي الامارات عامله حاجه اسمها جو ام ال، جو ام ال، جو ام ال ده عامله مكافحه الجرائم والمعارف المخدره، عامله اليو ان في قسم بتاع اسمه اليو ان كرايم شنو كده معارف حاجه، فده عامله انه لازم تسجله في السيستم ده باي 31 مارس، تسجلوا اي مؤسسه من المؤسسات دي، اي شركه بتاعه الذهب، شركه بتاعه معارف لو، شركه بتاعه ريال استيت، سجلوا في باي اند اوف مارس، سجلوا في الموضوع ده وتعملوا ريبورت بالسيستم ده، السيستم ما اسمه جو ام ال، عاملاه اليو ان وعامل له فورسنج للامارات. فالقانون بيكون واضح وبحدد زمن، بيكون فيري سبيسيفيك، يعني فيري سبيسيفيك، ما بتحط لي نص ميت وخلاص، يعني فيري سبيسيفيك يعني، ولانه انت في ريسك في، والدوله المفترض السودان عارف مشاكله، يعني عارف الريسك وين، عارفين مشاكله، ما الفساد بيجي من فين، انت عمل ريسك اسسمنت للبلد بتاعتك، المسائل بتاعت الفساد قاعد بتيجي من وين، عالجه في البتاع، غطي السكوب كله في المؤسسات بتاعتك، القطاع الخاص والقطاع العام يعني. بس شكرا جزيلا الاستاذ الغالي. اخواننا انا شيرت معاكم في الشات هنا الجروب الفرعي الخاص بمكافحه الفساد التابع لمجموعه الباحثين السودانيين، والجروب ده يعني فيه عدد من الناشطين وزملائنا حتى من خارج السودان، وفيه ناس برضو جهات بتمنح جوائز في مكافحه الفساد موجودين برضو داخل الجروب ده، والجروب يعني له عدد من السنوات، واي دول داير يخش حبابه مرحب بيه ان شاء الله ضيفنا له. شكرا جزيلا، واضافه كبيره يعني للنقاش اليوم ده بالنسبه لي. الله يديك الصحه والعافيه وكثر خيرك وكثر خير كل الناس اخواننا شاركت. نذكر انه اخواننا نحن في مجموعه الباحثين السودانيين يعني استجبنا للدعوه بتاعه وزاره العدل لمناقشه مشروعات القوانين المطروحه اللي هم ثلاثه مفوضيات مكافحه الفساد، العداله الانتقاليه والسلام. اليوم الجلسه دي كانت هي الجلسه الاولى، وناقشنا فيها مشروع قانون مفوضيه وقاعه مكافحه الفساد، وحرسل لهم ايميل برابط الجلسه على اساس انه يراجعوا فيه اي حاجه. بكره الاثنين ان شاء الله حنناقش لمده ساعتين برضو مشروع قانون مفوضيه العداله الانتقاليه، وقدمنا الدعوه للاستاذ
بكر آدم أبو البشر، وهو من الاسكولرز المعروفين في موضوع الترانزيشنال جاستس، وكتب عدد من الكتب في الموضوع، وكان في رواندا وطلع على جنوب افريقيا، يعني مشى الفيلد وور بتاعه كان في الحتات دي في الريسيرش بتاعه. وهو كان من الناس اللي قدموا لنا محاضرتين عن الموضوع، العداله الانتقاليه والمصالحه المجتمعيه في ميدان اعتصام القياده العامه في منصه الباحثين السودانيين هناك قبل المجزره وفضل الاعتصام. يوم الثلاثاء ان شاء الله هنناقش مشروع قانون مفوضيه السلام 2021. فمرحب بكم، رجاء يا اخوانا تكونوا جزء من النقاشات، لانها بتصب في مصلحه بلدنا ومستقبلنا جميعا. شكرا جزيلا لكم. انا كان طبعا نفسي ناخذ مداخله من بروفيسور بلقيس بدري، لانه في موضوع هوت ايشو قبل شويه دي طرح، اللي هو النقد محافظ بنك السودان لقرار من قرارات لجنه ازاله التمكين، انه في ناس تم فصلهم من بنك السودان بموجب قرار ازاله التمكين، وانه المحافظ قام يعني وجه ناس الموارد البشريه انه يرجعوهم، ودي حاجه يعني مشكله كبيره جدا جدا. في انه هنا بتوري انه والله لو كان حتى في جهود عملتها لجنه مكافحه الفساد ممكن تنقض بواسطيه لجنه تابعه للوثيقه الدستوريه وكده، فدي حاجات محتاجين برضو الناس تتكلم عنها. فالنقاش ان شاء الله يتواصل. سعيد بكم جدا كل الزملاء والزميلات في المنتدى الاقتصادي والمجموعات الفرعيه لمجموعه الباحثين السودانيين، وكل الاخوه المتابعين في الفيسبوك عبر المجموعه الرئيسيه. لحد بكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا.